السنان دي هتلاقيها منفصلة وليست متصلة. الأسنان هنا كل سنة لوحدها. الفريمورك هو اللي واحد، الطرابيش اللي محطوطة كل طربوش لوحده. قدرنا إن إحنا نجيب ماشينز ونجيب التكنولوجيا ونجيب الخبرة ونجيب العلم بتاع الخواجة إن إحنا نقدر نصنع التيتانيوم في مصر. أول تكنولوجيا في الدنيا تنزل أحسن ولكن أرخص. اللي بيحتاج زراعة 70-80% منهم هم ناس كبار السن اللي عندهم تاريخ من المعاناة مع أسنان. أنا رحت الاثنين دكاترة قالوا أنت ما عندكش عظم، أنت إزاي بتقولي هزرع لك؟ أقول له عشان إحنا عندنا الديناميك نافيجيشن سيستم أو الملاحة الفعلية بالفيديو. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا، لان احنا النهارده مش هنتكلم بس عن طب الاسنان بالكلاسيك فورمز بتاعته، هنتكلم علم وهنقول معلومات مهمه جدا عن اشياء كثيره جدا في التكنولوجيا المتقدمه في عالم الزراعه والتجميل. لكن في قضيه مهمه جدا في مصر على جميع المستويات لازم ننتبه ليها، قضيه السياحه العلاجيه. ليه بقى؟ مصر يا جماعه قبل السياحة العلاجية كبيرة جدا ومهمة جدا، ومصر فيها كنز كبير محدش متنبه له. والتنبه اللي له، ما هو كلمة مش متنبه له يعني مش متنبه له بالقدر الكافي، وهو كنز السياحة العلاجية. ليه؟ أولا احنا عندنا مؤسسات ومنظومات وعقول وأيادي في منتهى المهارة ومنتهى الجودة في الأداء في كل البرانشات الطبية، وخصوصا البرانشات اللي نقدر نقول علينا متفردين فيها. يعني احنا عندنا ايه؟ الاسنان. انا في رايي ان احنا متفردين في الاسنان في الوطن العربي. انا في رايي. واحد يقول لي طب في منافسه في دول تانية، بس مش زينا. مش زينا من ناحيه ايه؟ البرايس، السعر، ومن ناحيه الكواليتي، الكفاءه بتاعه الصناعه وتطابق العلم. احنا بتوع العلم في مصر في الاسنان، اعتقد كده. يعني ايه بتوع العلم؟ بتشوف اسنان معموله بره ارتفيشال قوي، اوفر قوي. بالبلدي في طب الاسنان كلمه حلوه قوي ده غلط، لازم تبقى ناتشرال قوي. وناتشرال قوي تبقى يبقى هي بالتاكيد هتكون ساعتها حلوه قوي، لكن بيضه قوي، لمعه قوي، مش متناسبه مع بشرتك خالص، دي مش حلوه قوي. ده بيتعمل بره. ده جزء مهم في السياحه العلاجيه. زي ما قلت لكم السياحه العلاجيه كنز مش مستغل لغايه دلوقتي في مصر، لا على مستوى مثلا طب الاسنان ولا على مستوى طب القلب بالشكل الكامل ولا على مستوى المخ والاعصاب ولا على مستوى العيون. الحاجات دي يا جماعه لو مصر اهتمت ومؤسساتها اتحدت وصدرت فكر السياحه العلاجيه للخارج في البرانشات دي، وكتير من الناس بتيجي بقى عايز تعمل اسنان وتجميل وجلديه وعندها مشاكل مثلا في الليزك عايز تعمله، فلو اتحدت العقول دي اعتقد ده هيقدم لمصر خدمه كبيره. النهارده حوارنا هيكون في هذا الجزء واجزاء اخرى مع ضيفي العزيز الذي يبهرني دائما بمعلوماته وبحضوره وبافكاره المتجدده، يعني دائما سابقني بخطوه، فدايما انا بتبسط من ده، يعني ده شيء بيسعدني جدا اتعلمته في القاهره والناس ان احنا نسعد دائما بالنجاحات. ده تعلمته من استاذي طارق نور، فبالتالي بشوف ان النجاح شيء مهم جدا. اكيد مع ضيفي العزيز الاسم المتميز والقيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور شادي. دايما سابقني بحته كده، دايما رايح في حته سابقني كده، يعني انا دايما نظريا واجتهاديا وشغل فكري بفكر في الساحه العلاجيه. انت خطيت خطوات حلوه فيها.
والله يا دكتور ايمن الحقيقه يعني يمكن الحلقه دي حلقه مميزه، انا اكاد اكون اقول عليها ولا ابالغ انها ان شاء الله حلقه اسطوريه. لسبب الحلقه دي احنا بنتكلم فيها على نقله لبلدنا نوعيه بكل ما تعنيه الكلمه من مقاييس، من الخروج من عنصر المحليه لعنصر العالمي. النهاردة إحنا علشان تقدر تعمل سياحة علاجية، علشان تقدر تخلي المريض يقدر إنه يجي من بلده علشان يعمل يتعالج عندك، الإنجليز لما جينا نعمل معاهم الفيديو ده هما اللي نقوا العنوان، قال لك reversing of the flow، عكس التيار. عكس التيار. انا النهارده كان بيعتبر ان مصر من دول العالم الثالث، فبالتالي هو متوقع اوت بيشنت فلو، انه متوقع ان المريض المصري يطلع يتعالج في المانيا وفي اوروبا، والمريض العربي يطلع يتعالج في تركيا وفي مصر وقضي وفي الدول امريكا وفي اوروبا والكلام ده كله. علشان تعمل سياحه علاجيه لازم يبقى في what's called excellence of procedure، أو إتقان بشكل كامل للدورة العلاجية بالكامل. إزاي؟ إن إحنا نقدر نعمل أعلى مقاييس الانفكشن كنترول أو مكافحة العدوى، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أعلى المقاييس في إن أنا يجي المريض يخلص شغله بسرعة وبشكل standardized. يعني ايه standardized؟ يعني لو انا عندي 100 مريض، ال 100 مريض دول كلهم لو انا قلت ان المريض هياخد ربع ساعة يبقى ال 100 مريض ياخدوا ربع ساعة، وده هو النجاح. النهاردة لما كنا بنتكلم على مصر كنا بنشوف ترتيب مصر في بيسموها هم دلوقتي بيسموها صناعه السياحه العلاجيه، ميديكال توريزم اندستري، هي صناعه بشكل كامل ومتكامل. من اول ما المريض يجي من بلده يتعمل له العلاج بتاعه ويخلص شغله بشكل قياسي ومعياري، ما يبقاش فيه variability، رغم ان احنا في الطب خد بال حضرتك وحضرتك ادرى الناس بده، طبعا في درجات كتيره جدا 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 من المعايير المختلفه. يعني المريض اللي عنده عظم غير المريض اللي ما عندوش عظم، المريض اللي عنده سنه غير المريض اللي عنده 10 سنات، المريض اللي عنده حشو غير المريض اللي عنده زراعه، المريض اللي عنده تركيب غير المريض اللي عنده تنظيف. ففي لو بنتكلم في قطاع طب الاسنان في معايير مختلفه كتيره جدا، ازاي تحط معيار قياسي للناس دي كلها في السعر وفي الـ 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 الوقت. فكان اختيارنا لقطاع مهم جدا 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 من قطاعات طب الأسنان نبتدي نصدره للعالم، اسمه قطاع زراعة الفك الكامل. قطاع الزراعة الكاملة، فك كامل. ما أنا النهاردة مش هقطع تذكرة واجي من بلدنا واحجز اوتيل عشان ازرع سنه، مش منطقي. في نفس الوقت الزراعه لو جينا حسبناها كماليا ووقتا، المريض لو جينا مثلا نتكلم على دوله شقيقه زي السعوديه، المريض بيجي تقريبا يعمل زراعه الفك الكامل هناك بما يعادل حوالي من 25 ل 30 ألف ريال. كويس؟ هو هيجي هنا ويعمل زراعة فك كامل ويقعد في مصر في أفخم أوتيل، وبدل ما كان هيزرعه في بلده يقعد 6 شهور عشان يزرع الزرعة دي ويعمل جراحة ويفضل يبقى وشه وارم والكلام ده كله، وممكن يقعد في بيتهم وزرع في بلدهم، بس ممكن يقعد في بيتهم شهر من الألم بعد العملية. كويس؟
لا احنا بنوفر هيم ايه، احنا بنعرض عليه بنقول له حضرتك هتيجي هتدفع نص التكلفه دي اللي هتدفعها في السعوديه، ثم هتقعد عندي 24 ساعه بدون جراحه، هتعمل باحدث تكنولوجيا اعلى انواع الزرعات وبنص التكلفه وفي وقت قياسي تروح بلدك وتشتغل. فاذا هو اتفسح وزار مصر، ومصر طبعا من الحتت اللي الناس كلها الحمد لله بتنبسط دلوقتي جدا من احنا عندنا اعلى اوتيلات وارخصها، يعني انت هتقعد في الاوتيل الخمس نجوم بتاع مصر بنفس ثمن الاوتيل اللي من غير نجوم خالص في اوروبا. وفي حاجه تانية، يعني هو في اللي هو اشغال التايم. يعني ايه اشغال التايم؟ هو لو جاي مصر كده كده يتفسح، حلو الكلام، ليه ما يضربش عصفورين بحجر واحد؟ يعني هو خلاص قرر انه ياخد اجازته في مصر ويتفسح في مصر ويتفرج على يشوف يغير جو في مصر، من دول الخليج، من اخوان الخليج، ليه في التوقيت ده ما يشتغلش طب كمان؟ الحقيقه ما هو ده دكتور ايمن الجزء الاورجانيك او الجزء الطبيعي اللي احنا كنا شغالين عليه زمان، ان المرضى او الناس اللي جايه اوريدي تتفسح في مصر بالمره تعمل سنانها. اللي احنا بنسعى ليه حاليا انه يجي مخصوص، انه جاي علشان يعمل سنانه وبالمره يتفسح. عكست وده مبدا بالظبط مبدا السياحه العلاجيه. ان انا النهارده هو جاي يتعالج وبيعمل سياحه. فالفكره هو حتى الصوره يمكن شايف هم عملوا بتاع ده، قالك ريفرسنج ذا فلو، احنا بنعكس الناس، بدل ما بتعدي الاشاره من هنا لهنا لا بترجع من هنا لهنا. فاصبح دلوقتي انا النهارده عندنا الحمد لله كميه رهيبه جدا من اخواننا السعوديين، عندنا ناس من المانيا، عندنا ناس من انجلترا، انجلترا كتير جدا جدا، يعني انا عندي كميه انجليز مش طبيعيه. النهارده هو بيجي يعمل الزرعه الواحده في انجلترا ب 2500 دولار، كويس، في ماليزيا ب 2500 دولار، في امريكا ب 2000 دولار. فبيجي عندي هنا لو هيعمل زرعه، ودي تعتبر غاليه، تبقى 900 دولار، كويس، لو هيعمل فكه بالكامل تبقى معادل مثلا 60-65 ألف جنيه فك بالتركيبات. فاصبح النهارده المريض هيجي يحط عليهم ثمن فندق وطيران والكلام ده كله، هتلاقيها نص ثمن لو في السعوديه او في الامارات او في الكويت، وعشر ثمن لو في اوروبا او في امريكا. مع التكنولوجيا الحديثه في زراعه الاسنان، الكومباين او الدمج ما بين الزراعه الملاحيه اللي احنا بنقودها دلوقتي في البلد الحمد لله، الاجانب يا دكتور ايمن ابتدوا ينتبهوا لان مصر بقت اكبر مصنع من مصانع صناعه طب الاسنان في المنطقه، ويمكن من يعني قربت على عدت سوق اوروبا وقربت على سوق امريكا، بس امريكا مساحه كبيره جدا. بس النهارده سوق الاسنان في حجم مصر بالنسبه لحجم السعوديه مثلا عدى السعوديه بكتير، يعني حجم استهلاك الخامات وحجم الاجهزه الحديثه اللي بتتجاب. ده النهارده احنا عندنا 34 كليه طب اسنان في مصر، 34 كليه، عندنا كمية دكاترة سنان كبيرة جدا، عندنا كفاءات، ابتدينا ان احنا نعمل منظومة اصبحت تعادل او تعدي بكتير جدا منظومة زراعة الشعر في تركيا. على فكرة في يعني كمية كبيرة من الخريجين هيطلعوا الفترة اللي جاية كمان، يعني بيتهيألي انه السنين اللي جاية هتشهد كمية خريجين كبار جدا في طب الأسنان. احنا شاهدين ده من دلوقتي يا دكتور ايمن، يعني انا النهاردة انا بعين في الشهر 20 دكتور سنان. وفي كليات كتيره قوي، كليات مثلا كليات الطب الخاصه دي اتعكست الفكره، بقى في شاطرين جدا فيه، او بقى معظمهم شاطرين وعندهم الامكانيات. وفي نفس الوقت احنا دلوقتي كمؤسسه علاجيه لشاين ويت، انا عندي اديوكيشنال او جزء تعليمي بره العيادات خالص، مكان تعليمي متكامل بترين فيه الدكاتره الفريش جراد عشان يقف يساعد ويبقى فاهم التكنولوجيا، وعلشان يشوف الـ 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 يتعامل مع التكنولوجيا. النهارده المساعدين بتوع الدكتور اللي بيشتغل اصبح دكاتره مش تمريض. الدكتور عشان يشتغل دلوقتي في شاين ويت ده بيكون واخد له 4-5 شهادات،
قبل ما يمد ايده بوعي يعني، على الاقل يبقى معاه مثلا ماجستير وزملتين ثلاثه من في التخصصات اللي هو بيشتغل فيه، في الحاجات اللي هو بيشتغل فيه. فاصبح النهارده انا مثلا يمكن معانا كان من ضمن المرضى مريضه انجليزيه كانت يعني الحقيقه ظروفها اتغيرت تماما، ان هي كانت جايه وقالوا لها في انجلترا انت شو علاج اسنانك ده هياخد من سنه لسنه ونص، عشان تعالجي اسنانك هتاخدي من سنه لسنه ونص، وكان هيعملوا لها علاج جراحي يعني هيقص حته من الفك ويعملوا مش عارف ايه ويعدلوا. هي عندها مشاكل كبيره، عندها بروز في الفك كان رهيب والجمجمه غريب شويه، في مشاكل كتيره جدا. فايده الكمبيوتر بقى والديناميك نافيجيشن ان احنا نقدر ان احنا المريضه دي بعتت لنا صورها اونلاين، عملت انكوايري على الويب سايت، بعتت على الويب سايت الصور، صور الاشعاعات، اتعمل لها خطه علاجيه، اتقال لها التكلفه، كل ما يتعلق بزيارتها. انت عارف الاجانب ار فيري ستريكت يعني، هي عايز تعرف مش عايز تدفع مليم غير اللي اتقال لها. اتعمل لها خطه علاجيه دقيقه جدا، اتعمل لها خطوات، وقت هتقعده قد ايه في العياده، تنقلات من المطار للبتاع، من يعني قلنا لها هناخدك المطار ونرجعك المطار، تكلفه كامله للعلاج. هي جميله جدا بس استنها جت يعني كانت لازم تشرفنا هنا عشان نعمل معلق خاص. حاضر يعني حاضر. فجت وهي بتقول لي انا فولنتير، انا 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 ريسكي بيرسون، انا باخد مخاطره ان انا جايه دوله من دول العالم الثالث علشان اعمل سنين. واحنا في انجلترا احنا عاده المصريين بيجوا لنا عشان يعملوا سنانهم، فانا جايه مصر من انجلترا عشان اعمل سنين، ودي جايه مخصوص يا دكتور ايمن، يعني مش جت بالصدفه، لا دي جايه مخصوص بعد بعتت اتعمل لها حجز، اتعمل لها الحجز بتاع الترانسبورتيشن وكل حاجه خاصه بالاقامه بتاعتها في مصر، واتقال لها تتكلفي كذا وهتقعدي وقت قد كذا. هي من كتر هي اللي شجعها انها تيجي، هي ما شافتش حاجه بتجيلها من مصر بالنظام ده. هو يعني ده قطاع كامل اسمه قطاع السياحه العلاجيه دلوقتي في شاين وقت كويس، فما بين دكاتره بتشخص اونلاين، ما بين الناس بتحجز عربيات، ما بين ناس بتحجز لهم وتجيبهم ميت ان اسيست، الكلام ده كله قطاع كامل اصبح متواجد في شاين وقت علشان لخدمه هذا القطاع. فاصبح المريضه لما شافت الفاتوره مفصله بالترانسبورتيشن بالتخيل لشكل اسنانها بعد ما تخلص بمجرد صوره من الاول، فطبعا المريضه قالت انا هاجي اشوف الكلام ده بنفسي. هي حالتها صعبه لما نيجي نشوف صورها قبل، ولو عدنا تاني بعد الصور هنلاقي فراغات، هنلاقي بروز في الفك، طبعا شكل الفك ابتسامه لثويه بالظبط. وفي بعض الاسنان اتشالت ابتسامه لثويه، في اسنان في اسنان مش موجوده، في بعض الاسنان اتشالت عشان تعدل مكانها في الفك. لو انت حضرتك لما تبص لها من الوهله الاولى كده تقول ان دي هتبقى حاله صعبه زي ما حضرتك قلت كده. طبعا مع الكمبيوتر لما تقعد تمسك ترتب البازلز وتعمل سمايل ديزاين وتعمل وتحول الكلام ده ان انا ايه اللي هيتعمل زراعه، وانت عارف دايما انا بحب يعني الزراعه دي هي المايسترو في الـ في الـ في الـ في التخصصات بالنسبه لنا. قلنا لها حضرتك هتخلصي شغلك في 15 يوم، حضرتك 15 يوم هتمشي من شايني وايت مخلصة. كل يوم كانت بتيجي وهي انتوا متاكدين ان انا هخلص في 15 يوم؟ طبعا يعني هو المشكله ان احنا مش بنزق في سمعه مركز ولا مستشفى، انا بزق في سمعه دوله. لا هي فكره مهمه السياحه العلاجيه، الناس واخده فكره ان احنا دول عالم ثالث يا دكتور ايمن، فان احنا مش هنقدر نعمل هذا الاماونت من البروفيشن، انا ازاي هسبق انجلترا؟ فانا خدتها از ريفرنس وخدتها از تشالنج، قلت لها بصي هطلب منك طلب. قالت لي ايه؟ قلت لها هم طبعا عندهم موضوع ان هم يتكلموا مع الميديا او يتكلم مع تلفزيون او يصور بكاميرا جزء من انواع الخصوصيه اللي هو ما بيعملهاش ابدا. قلت لها لو انبسطتي
ولو وفينا معاكي بالكلام اللي احنا قلنا لك عليه هتصور لنا فيديو على كونفيس شهادة بانك انت بسطتي في مصر، شفتي في مصر وانبسطتي في مصر. وكان ده تشالنج قعدنا معاها 15 يوم بالظبط. اليوم اللي قلنا لها هنسلمك فيه بالساعة اللي قلنا لها هنسلمك فيها سلمناها فيها وعملت لنا الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. هنشوف دلوقتي اسمها ايه؟ أليكسا. أليكسا هتشرفنا هنا نور يعني نشرب شاي مع بعضينا ونتكلم يعني. أليكسا من إنجلترا. ده شيء مهم جدا إن احنا نشوف حد من أوروبا بيجي هنا مصر عندها مشاكل، مش جايه بقى يعني ايه بالصدفه، لا دي مسافره عشان تعالج سنانها، وسنانها زي ما انتم شايفين حاله صعبه، صعوبتها في تكوين الجمجمه، في تكوين العظم بتاعها. ان انا هعمل ولو حصلت غلطه انا ك يعني كرجل بتقمص دور دكتور الاسنان وانا بقيت شطوره فيها قوي الحكايه دي، لو حصلت غلطه في الحاله دي الجمجمه بتاعتها بشكلها غريب، يعني شكل الوش لانه وشها طويل فينبغي ان يظل طويل زي ما هو بس بمقاييس صح. صح كده؟ الله عليك يا دكتور. الله عليك يا دكتور. بهيرك. تعالوا نشوف أليكسا اللي هتشرفنا هنا اكيد اكيد زي ما دكتور. يلا نشوف معاه. So when I came here for the first time, I was very scared, but doctors helped me so much, and now I'm very happy that I came here and I chose this clinic because it's very, very good, and I'm very happy, and I'm sure I look very good right now with my new teeth. ده دي حاجة مهمة جدا يعني الشوية اللي هي لقيتهم الكلمتين دول دي شهادة مهمة في العلم المصري الطب المصري الحمد لله. وفي نفس الوقت كمان دكتور أيمن هي الفكرة إن أصبح الـ على مستوى العالم، وده يمكن مهم جدا في الكريديبيليتي أو في الثقة بتاعة الناس في الـ 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 الخدمة العلاجية، هو إن أصبحت كل الـ الصور دلوقتي في الطب بتتلعب فيها بالفوتوشوب وبيتعمل وبيجاب صور من على النت وبيجاب حاجات يتظبط السنان ويتظبط بتاع. وحتى انا عايز اقول لك يعني الكلام ده مش في مصر بس، ده امريكان ويهود والمان وكله بيضرب. المانيا فيها خداع كله بيضرب. فدلوقتي بقت على قد ما فيها تقدم فيها يعني في ناس جامده قوي، في ناس في امريكا وفي المانيا مش في مصر بس بالظبط. فعلى قد ما فيها تعرف دلوقتي الكريديبيليتي او الثقه او المصداقيه بتيجي في مش بس الصور، ان انت تشوف المريض قدامك بيتكلم جوه العياده. يعني خلاص ما هو انا النهارده انا جبت لك الكلام، انا وريتك البرونونسيشن بتاع الكلام بتاعه نطقه للكلام عامل ازاي. خد بالك البروز بتاع الفك ده لما اتظبط ورجع لورا اتظبط بمقاييس عن طريق الملاحه التفاعليه او الاشعه التفاعليه او النافيدنت. كان النافيدنت احنا اتكلمنا عليه كذا مره، والنافيدنت من الحاجات اللي هي خلتنا في حته تانية، خلت الرانكينج بتاع مصر دلوقتي النهارده لما داخلين الحمد لله في بتاع النهارده مصر رانكد رقم 3 على العالم. ليه؟ تكنولوجيا اعلى تكنولوجيا وسعر ارخص سعر. فانت النهارده هو الرانكينج بيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق فلوس وجودة. فأنت النهاردة خدت أعلى مقياس من الجودة العالمية عن طريق إن إحنا بنشتغل مش بس بنخطط قبل الشغل، لا يمكن عايز كده أرجع حتة صغيرة دكتور أيمن علشان ده
الفرخه المكشكه بتاعتنا ده اللي هو الروز رويس بتاع شايني وايت. هو عباره عن ايه بمنتهى البساطه؟ هو عباره عن ان انا الاشعه المقطعيه بتاعتي اللي انا كنت بصورها وكانت الاشعه المقطعيه اقعد اتفرج عليها، بس في نفس الوقت فين ده بقى في فم المريض؟ الكلام ده فين في فم المريض؟ مانيش شايف حاجه. كان يمكن الافلام بتاعت زمان بتاعت جيمس بوند اللي هو ايه، ان انا احط كاميرا واجيب بيها العظم، كانت بتتجاب في افلام النضاره اللي بتتلبس تجيب الشخص عظما العظم بتاعه من جوه. بس ده كان من ضمن الحاجات الساينس فيكشن اللي هو او الخيال العلمي اللي هو بتتجاب في الافلام بتاعت جيمس بوند. اهو احنا الساينس فيكشن ده بقى حولناه لرياليتي او حولناه الحقيقه، ان انا النهارده اصبح الجهاز ده هو عباره عن ايه؟ هو جهاز بيرى الجمجمه بتاعه المريض ويقول لك انت واقف فين في الاشعه المقطعيه اللي انت صورتها قبل العلاج. فبالتالي كل ما بتقف على حته، ده اول مقياس فيه، اول ما بتقف على حته يجيب لك المقاطع بتاعتها كلها زي ما انت شايف كده. يعني ده مجرد ما بحط، لو انا جيت قلت له انا عايز ان البروب بتاعي او المقياس بتاعي يبقى هو صباعي مثلا، فمجرد ما بحط صباعي على الفك يجيب لي كل المقاطع بتاعت الفك انا فين في الحته دي. طيب دي اول نقطه، يبقى انا بقيت عايز اشوف اي حته مقطع، حطيت ايدي على الحته دي على الجمجمه هنا، حطيت ايدي على المناخير، حطيت ايدي على السنان، حطيت ايدي على الودان، هيجيب لي المقاطع بتاعتها على الشاشه. فده معنى كلمه اشعه تفاعليه، هو بيتفاعل مع الجسم الحي قدامه ويوريك المقطع بتاعه اللي قبل. طيب طب هو بيوريك المقطع اللي قبل، طب وبعدين؟ طب انا عايز احط زرعه، عايز افتح حشو عصب، عايز اخش بحشو عادي واشوف انا قريب من العصب ولا لا، عايز اخش بزرعه واشوف انا قريب من عصب الفك ولا لا. المقاطع دي بتاع كنا بنقيس واقيس على الاشعه واقيس في بق العيان واشوف دي هتبقى عامله ازاي ودي هتبقى عامله ازاي، وافضل ايه اشتغل بالقياس. انا شفت ده هنا وفي الحقيقه ايه بتخيله، بستخدم الايه المنتال ايمج بتاعتي او الصوره المتكونه الذهنيه اللي اتكونت عن طريق ان انا شفت كان شكله عامل ازاي. فبمجرد ما بعمل ده بقوم عامل التخطيط بقى اللي انا عملته وانا داخل بالزرعه، انا شايف انا داخل فين وابعد عن الاعصاب والكلام ده كله. وبذلك الحمد لله كتكنولوجيا بقينا بنقود مسيره الطب بارخص الاسعار، وده الهديه اللي بنقدمها لبلدنا مصر. انت نورتني. ربنا يخليك. قبل ما امشي عايز بس احكي لك حاجه، قصه فيرمينيو. بمناسبه السياحه العلاجيه انا في رايي ان احنا لازم نقدم دعوه، بس هو صلح سنانه شويه، لكن فيرمينيو لازم يجي مصر. فيرمينيو لاعب ليفربول العالمي. عارف فيرمينيو اشتهر بسنان بيضاء زياده عن اللزوم في الملاعب. ومشهور قوي ساعه لما الجون كل عينك بتروح لابتسامه فيرمينيو. فيرمينيو برازيلي، واللي رعاه واكتشفه وعمله سنانه طبيب اسنان برازيلي. انا عايز بس اوريك حاجه. لو احنا شفنا صوره فيرمينيو دلوقتي هتلاقي سنانه معموله بطريقه غلط، صح؟ رغم انه على فكره وشه قريب في التكوين من أليكسيا. أوكي. ده اوفر طبعا. يعني ده شوف بص اسنان تباشيريه. ايوه واخد بالك. دلوقتي الاسنان اتحسنت شويه، يعني اعادها تاني، اعادها تاني. اعتقد ما عملهاش عند نفس الدكتور اللي رعاه في هو اسمه بورتيلا، اسمه ماركيوليس بورتيلا، ده دكتور السنان شهرناه اللي عمل سنان في طبعا مش متناسبه مع شكله، يعني اللون والمقاييس والعرض والطول بتاعها، رغم ان هو وشه طولي نفس الوش بتاع كان جامي سمايل في الاول وهو بس عملهاش مظبوط بالظبط كده. فانا بدعوه دلوقتي اكيد محمد صلاح هيبلغه يقول له تعالى شاين وايت لحالة مصر بس لو جاي لازم يجي هنا لازم يجي هنا لا ما عليكش في نفس اليوم هجيبه لك نورتنا واسعدتنا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي حسين في واحده من حلقاتنا المهمه، زي ما هو قال حلقه مهمه جدا ليها قيمه كبيره جدا جدا على مستوى فهم لقيمه مصر العلاجيه اللي بدات تنافس الان او فعلا بتنافس على المستوى ليس الاقليمي ولكن على المستوى العالمي. نسعى لذلك وسنحققه بشكل الكامل، بقول مش بس في الاسنان، في كل الفروع. خليكم دايما مع الناس الحلوه. هبدا الحلقه بان انا يعني احيي و ابعت رساله
اعجاب شديد جدا وتحيه خاصه جدا للفنان المتميز المطرب رامي جمال. الناس دلوقتي بقت مثقفه وعارفه ان البهاء ده مش مرض معدي خالص، يعني ما فيش داعي للخوف منه، هو ما هو الا يعني حاجه بتظهر على الجلد عشان تقول ان في حاجه، في مشكله دوروا عليها. اللبن برضو في حمض اللاكتيك برضو بيزود حموضة الدم، يعني ممكن برضو ما بنحبوش مع معظم الأمراض المناعية خصوصا اللبن البقري. يبقى احنا خدنا بالعلم الحديث والتكنولوجيا، وخدنا برضو بالجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو ده سر علاج البهاء الصح. الشعر مشكلة للراجل والست لا تقبل القسم عليه. العمل الوراثي او التساقط الوراثي بدا يظهر من سن 13 سنه. الشامبو ده عامل مساعد وعامل مهم جدا ان انا اختار الشامبو المناسب برضو لنوع القشر. البهاء هو مرض غريب، مرض غامض جدا. المرضى دول نقعد معاهم شويه، لازم يحبك، لازم يثق فيك. ده جزء مهم جدا جدا في العلاج. الدمويه دي بنعالجها بالاندياج ليزر ونتائجها تحفه. لازم المريض يستمع ويعرف ان في تعليمات خاصه بالدواء ما ينفعش ان يناقش فيها. دكتور لمياء عبد الودود، استشاري الامراض الجلديه والليزر، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الجلد. اهلا بكم. النهارده حلقه مهمه جدا جدا، وهبدا الحلقه بان انا يعني احيي وابعت رساله اعجاب شديد جدا وتحيه خاصه جدا للفنان المتميز المطرب رامي جمال. رامي جمال اثار الكثير جدا من الاعجاب وايضا الاهتمام. فنان متميز طبعا بلا شك، ما شاء الله اعمال متميزه جدا، صوته رائع جدا، بس كتير من الناس بين لهم قد ايه جوه الشاب المصري الحقيقي قدر كبير من الرجوله، قدر كبير من المصارحه مع الذات وايضا الرضا. المصريين يا جماعه شعب من الشعوب اللي عندهم درجه، صحيح في عندنا ناس كتير فيها عيوب كتير، لكن في ناس كتير قوي فيها ميزات كتير. رامي جمال نموذج للرضا والفهم. وفي حاجة تانية لازم نتكلم فيها، رامي جمال أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستجرام، قال إنه الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر. من فترة ظهرت بقعة بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق، وجربت أنواع علاج كثيرة ودكاترة كثيرة ومفيش فايدة. رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده، ده صح، وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل. طبعا في جزء من حواره قال هذه القصة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده. الكلام ده غلط يا جماعة، الجزء الأخير هو ده الواقع، بس الكلام غلط في إنه إزاي ناس تقول له كده، وإزاي هو يفكر إنه يشوف بيزنس تاني. بالعكس، انت تستمر واحنا بنحبك جدا وتستمر في شغلك، يعني خساره صوتك ان هو يتوقف عن الغناء، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش المرض اللي ممكن ده مش من الحالات المرضيه اللي ممكن تعوق الانسان. في امراض تعوق فعلا الانسان عن انه، لانه بيبقى صحته فيها مشكله يعني لو لا قدر الله. لكن المرض اولا مرض غير معدي، وهنفهم النهارده معتقدات خاطئه وما فيش فيه اي تاثير على الصحه العامه. يعني البهاء الفيتيلايجو او الفيتيلجو ملوش تأثير على الصحة العامة، مش هيعمل مشكلة صحية تانية، هو بس كده. هنفهمه بالتفصيل النهاردة. والدليل على كده انه مثلا شوف بقى الفرق بقى، يعني اللي قال كده لرامي غلط، اللي نصحه انه يغير الكارير ده غلط. ليه؟ مثلا عارضة كندية اسمها ويني هارلو عندها ابواء اعنف بكتير من اللي عند رامي، ومع ذلك استخدمت البق وبتشتغل عارضة أزياء. يعني هي هو صوت وصورة، والصوت أهم، هي صورة بس، ومع ذلك بتشتغل في الفيرست كلاس، بتشتغل في المستوى الأول. ده فرق ثقافة مجتمع.
ان احنا لازم مجتمعنا يصل الى مرحله الثقافه انه يتقبل هذه الحاله المرضيه وانه يتعامل معها وانها تكون في التمثيل وتكون في الغنى لانها جزء من المجتمع. ده بقى منتشر جدا جدا. المريض ده عنده بقى هو حر يخفيه يقلله يقدر يستخدم. هنتكلم هيبدا يعالجه طبعا ما يزعلش عشان فعلا الزعل بيزوده. ده مهم جدا. النهارده هنفهم اكتر عن البهاء مع ضيفتي التي تبدع دائما والحقيقه بتنورني وتسعدني جدا بلقائها، طبعا دكتوره لمياء عبد الودود استشاري الجلديه والتجميل والليزر، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الجلد والجمعيه الاوروبيه للجلديه، الاسم اللامع في هذا المجال في مجال الجلديه. بتنوريني دكتوره. اهلا بيك يا دكتور. نوراني. اهلا بيك. انا قلت شويه كلام يعني عشان انا حقيقه متعاطف مع قصه رامي. الحقيقه انا اول مره اسمع القصه دي، يعني أول ما سمعت دلوقتي. أنا لا، على السوشيال ميديا يعني وسعت التأثير وردود الأفعال جيدة. أنا بتمنى أن رامي يسمعنا، يا ريت لو يقدر يسمع الحلقة دي إن شاء الله يمكن تفتح له باب أمل. وكل مرضى طبعا البهاء، بس يعني طالما ذكر اسمه يعني هو عشان مشهور والسليبريتي ما هو بفضل يعني يبقى رمز ليهم للمرضى اللي بيعانوا من البهاء. أيوة، بس أنا يعني لو هو سمع الحلقه اكيد هنفتح جزئيه نقاط ممكن تكون تايهه عنه وتبقى مفتاح لعلاجه ان شاء الله. اللي انا بتقوله من الاستماع للحلقه مش رامي اكتر منه، رامي طبعا، لكن الاكتر منه حواليه، الاكتر منه المجتمع، لان ده مهم قوي. اسمعونا كويس، في معتقدات خاطئه صح. انا نفسي حد تاني يسمعنا برضو. ايه؟ اهلنا في الصعيد بيصعبوا عليا جداً جداً لما بيجوا مشاوير ويعني وقت طويل خالص في السفر وجايين، ويعني الكلام اللي هنقوله ده نعتبره 50% من العلاج يبتدوا هم حتى يعملوه وإحنا نكمل كأطباء. يعني دول بالذات كمان يعني بتبقى مشقة عليهم قوي المسافات دي، وخصوصاً إحنا شرق وهم صعيدة وإحنا أولاد عم. تعالى بقى نروح لأول معتقد الكلام. انا هقول لك المعتقد وانت تقولي لي صح ولا غلط. المعتقد الاول، المعتقد الاول، البهاء مرض معدي من الممكن ان ينتقل باللمس والمصافحه. هل هذا معتقد صح ام خطا؟ اعتقد يعني الناس دلوقتي بقت مثقفه وعارفه ان البهاء ده مش مرض معدي خالص، يعني ما فيش داعي للخوف منه. هو ما هو الا يعني حاجه بتظهر على الجلد عشان تقول ان في حاجه، في مشكله، دوروا عليها او شوفوا ايه السبب. يعني دي علامة بس، لكن هو يعني أنا ليا طريقة معلش مختلفة في علاج البهاء وعلاج الأمراض المناعية كلها. يعني أنا ببص للمرض اللي جاي لي ده على إنه ممكن ما يكونش هو مرض، يعني ممكن يكون عرض لحاجة تانية خالص. لاند مارك. أنا يعني الدكتور لازم يرجع لحتة الحكيم اللي جواه شوية. أنا جاي لي مريض بهاء، مريض شعر، مريض حب شباب، مريض أمراض مناعية بقى، زئبة حمراء، صدفية، أيا كانت الأمراض المناعية كتير. أنا ببص يعني هو ويكون كمان لف، يعني راح لدكاترة كتير وفي ثغرة في العلاج وقعت. هو الدكتور مسكه في الخط علاج واحد، وطبعا الطب تقدم وفي حاجات علاجية حديثة والطب الحديث في تقدم مذهل دايما، لكن دايما في محتاجين ربط بين الطب القديم والطب الحديث. ويعني الإنسان ده باكج، مش جاي لي في بهاء، مش جاي لي في مشكلة شعر، مش جاي لي في مشكلة مثلا تجميل. حتى التجميل لما تجي لي تقول لي عايزة بوتوكس وفيلر وهايفو وفراكشنال والحاجات دي، لازم أدور برضو هي عبارة عن إيه من جوه. يعني أنا ببص للمريض ده على إنه الأول الكبد ده أساس كل الأمراض، ده اللي بينقي الجسم من السموم، ده بيقوم بوظائف يعني ملهاش حصر. ده لو مش سليم طب ما أكيد هيبوظ حاجات كتير. القولون والمعدة، المعدة بيته الداء، دي لازم أدور فيها كويس جدا. الاسترس، الضغط العصبي، طبيعة حياته، اللايف ستايل بتاعه، لو هو مضغوط على طول، مضغوط يعني ممكن هو يكون ضغط نفسه على فكرة، مش شرط من الشغل والإرهاق وكده، ممكن هو نفسه الإنسان فينا يكون ضغط نفسه إن هو دايما في صراع، دايما بيفكر في عايز أبقى زي فلان، عايز أحط نفسي في حاجة مش بتاعتي، أو أنا مثلا مش دي قدراتي. ده كله ما هو ضغط نفسي عليك،
انت مش مرتاح من جوه، مفيش سلام داخلي، مفيش سكينه. السكينه بقى بص من الاخر كده، يعني سيبك من كل الكلام، احنا لو طلعنا بالكلمه دي في مرض البهاء والله العظيم هيخف. بس مين بقى اللي يدور عليها ويعرف يجيبها؟ يعني ده بيدي الانسان انت قلت رامي ان هو عنده احساس بالرضا، يا ريت ده يكون حقيقي من جوه مش كلام، وده هيشوف ده تقريبا نص العلاج لوحده. ليه بقى؟ ليه الحكايه دي بالذات بتروح مظبطه المناعه؟ ازاي؟ انا عندي الاسترس، قله النوم، التفكير الكتير، التفكير اللي هو بفكر في الماضي او بفكر في بكره، يا ريتني بفكر في، المفروض انا افكر في اللحظه، في اللي انا عايشه دلوقتي. طول ما انا عايش في الدوامه دي، ده كله ستريس. ستريس يعني كورتيزون عالي. الكورتيزون العالي ده مش عايزه اقول لك زي ما هو سحر عندنا في الجلديه، وانا مش عارفه كنا هنعمل ايه في الجلديه من غيره، زي ما هو بيدمر كل حاجه لو زاد عن نسبته العاديه. فهي دي الحكمه، وهو ده الموضوع، لب الموضوع من اصله. يعني الكورتيزون ده بيروح يدمر ويلخبط المناعه، المناعه تبتدي تهاجم في نفسها، تبتدي خلايا تزيد، خلايا تعلى. يجي يقول لي المناعه يعني مناعتي ضعيفه، يعني اكل كويس؟ لا، هي طريقه الاكل طبعا من الحاجات اللي بتظبط المناعه، وعايزين نتكلم فيها برضو، نوضح برضو للناس. يعني خلينا نقول ان الحاجات اللي احنا عايزين نقولها تبقى للناس كلها، مش لمرضى البهاء بس. ده هيقينا وهيحمينا من حاجات كتيره خالص، لان احنا الاصل عندنا ربنا خلقنا بصحه، مش خلقنا بمرض، مش عايزنا نعي. احنا اللي بنجيب المرض، احنا اللي بنمرض تلوث، توتر. ولذلك كتير من الامراض زي البهاء والسورايسيس مش موجوده في بيئات معينه، يعني بيئات مثلا البدويه والصحراويه اللي برافو عليك مش موجوده. بص بقى، البهاء الامراض المناعيه عامه، في جينات، في عامل جيني، في عامل جيني اللي هو الوراثي، تمام؟ لكن هل انا عندي الجين الوراثي وانت عندك الجين الوراثي لازم يجي لنا احنا الاثنين؟ لا، حسب البيئه اللي انا عايش فيها، حسب يعني الصفاء النفسي اللي انا فيه. انت عارفه ان جزر هواي، عارفه هواي؟ جزر هواي ما رحتهاش. لا من ولا انا، ما فيهمش ضغط، ما عندهمش مرض الضغط، ما يعرفوهوش، ما فيش هايبر تنشن هناك. لا انا بص مختلفه معاك، مش لازم اروح هواي عشان لا إن أنا عارف. او اروح في حته غاليه، بس انا بوريكي مثال. لا انت عارف ان كل ما يبقى المستوى المادي والتكنولوجيا بتزيد، كل ما الامراض المناعيه بتزيد. لان الاسترس بيزيد، لان انا متطلباتي بتزيد، لان مع بص انا قبل الموبايل ده كنا هنعرف البضائع والحاجات ونفسي اجيب ده والبراند ده والحاجات ده. طيب يبقى التكنولوجيا دي عامل من عوامل الاسترس، مع ان المفروض تريح الانسان، لكن احنا عشان ما عندناش ثقافه الاستغناء، انا بشوف الحاجه نفسي اجيبها، هعمل ايه عشان اجيبها؟ عشان اجيبها لاولادي، عشان هفضل طول عمري في ستريس بجري. فهي دي المشكله. لكن انا ممكن يعني ممكن واحد بدوي، ما انت قلت واحد بدوي بيرعى في الغنم وقاعد ومزاجه مية مية، خلاص ده مش عنده ستريس، مش لازم اروح هواي يعني. أيوة انت ما انت عارف السويد والبلاد والبلاد اللي هي، لا هي هواي على فكره، وسويسرا اغنى البلاد. البلاد دي اكتر نسب انتحار واكتر نسب فيها فيها ديبريشن. بس هواي مش بيتكلم على الغنى، ده الناس اللي هناك بتتكلم على الراحه النفسيه، المكان اللي فيه يعني يديك فرصه للتامل، انك انت تقعد مع نفسك، تتصالح مع نفسك. طبعا ده كله مطلوب، بس كل واحد يقدر يعمل ده على قد مستواه، مفيش هواي دي خالص. المعتقد الثاني، البهاق يصاب به من لا يعتني بجلده، صح والله غلط؟ يعتني بجلده، لا، من لا يعتني بصحته. ماشي، لكن مش بجلده. ما هو الجلد ده جزء، الجلد ده مرآة الصحة، مرآة الجسم كله. خلينا يعني نتفق ان انا بحب الجلد قوي بصراحه، وفخوره والحمد لله ان انا دكتوره جلديه. بحب الجلد ده مع انه هو اكبر عضو في جسم الانسان، الا انه حمال اسيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اول واحد يدافع عنك ضد العوامل الخارجيه ويحميك
وكمان هو أول واحد يتلقى الضربة عنك، يعني هو أول واحد تظهر عليه كل الحاجات اللي بتحصل جوه. يعني أنا لما بيحصل عندي مشكلة جوه في الكبد، في الغدة، في السكر، في أي حاجة بتظهر على الجلد، فهو أول واحد ياخد المشكلة دي. السموم اللي في جسمنا بتطلع على الجلد والشعر والضوافر، فهو أول واحد يتضر وآخر واحد يطلب بحقه. يعني آخر واحد ياخد الفيتامينات وياخد، يعني بعد كل الأعضاء ما تشبع وتاخد كل احتياجاتها، فهو أنا بسميه حمال أسي. فالجلد يعني لازم نعتني بيه، بس هو لو أنا اعتنيت بصحتي من جوه، هو جلدك مش عايز أكتر من كده، عايزك تعتني بصحتك وهو هيبقى كويس. المعتقد الثالث، أكلات معينة ممكن تضر مريض البهاء، زي السمك واللبن أو والتمر الخلط والتمر الهندي. والتمر الهندي ما لهمش علاقة، يعني ما لهمش علاقة. أنا في رأيي ما لهمش علاقة، ما عرفش المعلومة دي جايبينها منين. اللي أنا أعرفه أني يعني عامة بالنسبة للأمراض المناعية كلها، السكر ده يزود التهابات الجسم، فأي التهابات متكررة في الجسم أكيد دي بتزود الأمراض المناعية عامة. اللبن برضو في حمض اللاكتيك برضو بيزود حموضة الدم، يعني ممكن برضو ما بنحبوش مع معظم الأمراض المناعية، خصوصا اللبن البقري. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرب لبن كان لبن ماعز، لما ستنا حليمة، وانت عارف ان هو كانوا الأغنام، فده فعلا أحسن الكواليتي بتاعته من لبن البقر. بالنسبة للأكلات اللي هي يعني الدقيق والحاجات اللي هي بتزود التهابات الجسم عامة مش مستحبة خالص خالص، وطبعا الجنك فود دي كلها بتزود التهابات الجسم فبتقلل المناعة، فخلاص دي بنبعد. المواد الحافظة، الكاتشب، ما تقوليش بقى يعني 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 كفاية بقى كفاية، يا ريت نرجع للطبيعة. إيه الأكلات الحلوة؟ الأكلات الحلوة بقى اللي تنفع مع الأمراض المناعية كلها برضو، اللي برضو المعروفة، زيت الزيتون، العسل، حبة البركة، يعني الأكل عامة اللي هو في أكلات بتمشي مع أكلات. البهاء لا علاج له، ومعظم أدوية البهاء لا مشاكل، هل ده معتقد صح ولا لا؟ بص بقى تتكلم صح بقى. الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها دي الاساس، وده زي ما قلنا نص ونص العلاج. ماشي، النص التاني يعني لو واحد جالي بدري وهو لسه البواء حته صغيره، زي واحد جالي بعد سنين طويله وانتشر وملى جسمه كله، او واخد سيجمنتال يعني نص الجسم وساب النص التاني، يعني في حالات يعني اللي باظ في سنين هقدر انا اصلحه في يومين؟ يبقى في حالات هقدر اقول لها انت هتتصلح هتبقى كويس جدا لو عملنا 1 2 3 4، وفي حالات اقول له انت علاجك صعب بس هنحاول، لان مفيش حاجه برضو مفيش حاجه اسمها مفيش حل يا جماعه. يعني المعتقد اللي في دماغي انا كدكتوره لمياء، يعني لما اي حد بيجي لي ده اللي انا حاطاه في دماغي، بحط في دماغي ان مفيش مرض ملوش دواء، وربنا اللي قال كده الا السام اللي هو الموت، لكن احنا اللي جهله، احنا اللي مش عارفين نوصل له. ومجرد ان انت تحط في دماغك ده ربنا هينور لك طريقك، وهتشوف اي علامه او اي حاجه توصلك للسبب، ويكون هو ده سبب لعلاج المريض ده، طالما انت من جواك فعلا عايز تساعده. والمريض على فكره بيحس بده، وبيحس بصدق الدكتور اللي عايز يساعده، وبيبقى يستجيب للعلاج معاه اكتر من الدكتور اللي مجرد ان انا بكتب دواء وهو علاج البهاء كلنا حافظينه. هو لف على دكاتره كتير، بس مثلا جه واختارني وجاي قال لي انا جاي لك عشان تعالجيني من كذا، يبقى انا لازم كده ايه زي ما بيقولوا في المثل الشعبي اتشقلب كده وافكر في البطنه، وافكر في السيكاتري، وافكر في الغدد الصماء، وافكر في اللايف كوتشنج، حتى اللايف افكر في كل حاجه اللي اقدر اساعده بيه، اشوف فين الثغره اللي هو محتاجها وابدا ان انا اوجهه ليها. بعمل دوري والباقي على ربنا. ايه اللي هيساعدني بقى في العلاج اللي هو عشان الحالات اللي ما بتجيبش نتائج، او في حالات نقدر نقول هنمشيها الحاجات دي وهنديها سبورت نفسي بادويه مثلا مهدئه او حاجه،
في واحد تاني نديله نعمله تحليل فيتامينات ونشوف برضو الكبد والغدة الدرقية والحاجات اللي ممكن تكون سبب ليها، نديله وقي شمس لأن الشمس بتهيج البهاء، نديله مضاد أكسدة لأن الأكسدة بتزود البهاء. هبتدي ان انا ابتدي بقى اخش في خطوه تانية بقى في العلاج لو ده كله ما نفعش، ابتدي اديله حاجات اميون موديوليتور بقى زي حاجات زي الترولوماس والحاجات اللي هو بتعدل المناعه، او حاجات نبتدي بقى نشتغل على اليو في بي اللي هي النارو باند، نشتغل على الاكسايمر ليزر وده احدث صيحه وده جايب طفرات هايله جدا جدا، بيساعدنا بيسرع بقى بيسرع الريتم بتاع العلاج لان المريض البهاء دايما بيمل وبيزهق. الاكسايمر ليزر ده فعلا عمل طفره وعمل يعني ساعدني، بس لوحده لا. اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله يعني الكلام ده مع هو ده الاكسايمر برضو بيشتغل حلو جدا وبيسرع الريتم بتاع العلاج عشان المريض ما يملش ويقع مني في النص، بيكملوا بعض. يبقى احنا خدنا بالعلم الحديث والتكنولوجيا وخدنا برضو بالجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه وهو ده سر علاج البهاء الصح. ضيفتي العزيزه اللي ابدعت النهارده الدكتوره لميع عبد الودود، نورتيني وكالعاده اسلوب مختلف ومبدع دايما. نورتيني دكتوره لميع، خليكم دايما معنا. سحب القرنيه عدسه نقدر نقول عليها عدسه ليها طبيعه خاصه وعدسه غريبه الحقيقه، عدسه من عدسات العين العجيبه شويه. القرنية من أكثر الأجزاء العين حساسية لأنها الجزء من العين المتعرض للبيئة الخارجية. القرنية المخروطية يظل مرض يعني مخيف لأنه يعني هل هو زاد انتشاره ولا إحنا اللي بينا نشخصه؟ الشكل بتاع القرنية دوت معتمد على أن نسيج القرنية له صلابة معينة فيفضل محافظ على هذا الشكل وهذا المستوى من التحدب المنضبط. القطاع الأكبر من الناس اللي بتحتاج عملية زرع قرنية هم الأكثر احتياجا. 30% من البشر محتاجين نظارات بشكل أو بآخر. أي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الإعاقة. ما زال الليزك بيحل تقريبا 90% من المشاكل. عالم لا يقبل الأخطاء فهو عالم المليمتر. الليزك اتطور بسبب كتر الحالات اللي اتعملت. انت بتروح للدكتور الخبير اللي انت واثق في علمه وهو هيختار لك التكنيك اللي هيحقق لك كل المزايا باقل المشاكل. الدكتور محمد حامد استاذ جراحات العيون بكليه الطب، زميل كليه الجراحين الملكيه انجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. اهلا بكم النهارده، حوار مثير للغايه ومهم ومن طراز خاص، وخصوصا ان احنا هنتكلم النهارده عن القرنيه. القرنيه عدسه نقدر نقول عليها عدسه ليها طبيعه خاصه وعدسه غريبه الحقيقه، عدسه من عدسات العين العجيبه شويه. ممكن فجاه في لحظه القرنيه تقل منك، تقل معك. التعبير ده تعبير بلدي شويه، تعبير بتاع ولاد البلد يعني، وانا راجل عشت في السيده زينب كتير جدا فسمعت الكلمه دي. تقلي منك يعني ايه؟ يعني القرنيه ليها شكل معين وسطح معين والانسجه بتاعتها ليها ترابط معين، فجاه النسيج يضعف. فجاه امتى؟ ده في مقتبل العمر ممكن جدا ده يحصل، يعني في 18 19 سنه. فالترابطيه بتاعت القرنيه لما تضعف تبدا القرنيه تفقد المستوى المتوازن، المستوى السطحي المتوازن بتاعها، ويبدا يحصل انها تنبعج ويحصل فيها تعرجات ويحصل القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه مرض خطورته او ازعاجه في رايي انه بيجي لشاب لسه ناوي يبدا حياته، مش زي المايه البيضاء. يعني المايه البيضاء بيجي الانسان في اواخر العمر في ستينات الراجل، وبعدين بالتدريج والراجل خلاص عاش حياته وقعد معاش، حاجة مزعجة ولازم يتعالج والعين حلوة جدا لكل السنين ولازم يحتاج. لكن بتاع القرنية المخروطية بتحس ان القصة اكثر مأساوية جدا،
اولا لان انا بلاقي حالات كتيره احس ان المرض كانه فجائي فعلا، يعني في ايام، في شهور بسيطه، في اسابيع بسيطه المساله تطورت. فعايز افهم الكلام ده بالتفصيل. النهارده في حاجات كتيره عايز افهمها وانتوا كمان تفهموها. القرنيه عدسه انا في رايي انها ممكن جدا تعمل حركه غريبه جدا ومفاجئه جدا، وخصوصا انها كمان عدسه ظاهر يعني بتتعرض لمشاكل كتيره، دعك العين، الراش اللي في الحياه كتير قوي، تراب، احنا شعب التراب، الناس اللي بتسوق بوتسيكلات من غير بروتكشن، الحاجات دي كلها ممكن تدور القرنيه. تعال نفهم القرنيه اكتر، وخصوصا النهارده طبعا ضيف العزيز استاذ الدكتور محمد حامد. اهلا بيك. اهلا دكتور. هل اصبت في تعبيراتي؟ طبعا القرنيه من اكتر الاجزاء العين حساسيه، لانها الجزء من العين المتعرض للبيئه الخارجيه. يعني كل محتويات العين محميه جوه العين. الجزء اللي معرض للبيئة الخارجية زي ما انت بتقول معرض للتراب، معرض للإصابات، معرض لأن يدخل فيها حاجة في العين، هي القرنية. والقرنية جزء شفاف وله زي ما انت بتقول كده مستوى من التحدب منضبط جدا. لو حصل فيه أي اختلال هتعمل مشكلة جدا في تكوين الصورة. لو حصل فيه أي عتامة أو شفافيته تأثرت برضو هتعمل نفس المشكلة. فمشاكل القرنية مرتبطة بالحاجتين دول، يا إما أن الشفافية بتاعتها تأثرت ودي بتعمل حاجة اسمها سحابة في القرنية، فلو حصل سحابة في الجزء الشفاف ده هتعمل مشكلة كبيرة جدا في النظر. لو التحدب اللي هو المفروض أنه يبقى منضبط ده هو حصل فيه أي اختلال، وده اللي انت أشرت ليه بموضوع القرنية المخروطية هنتكلم عليه يمكن بتفصيل شوية. بس خلينا الأول نتكلم على جزء برضو مهم، موضوع السحابات اللي على القرنية، لأنه الحقيقة منتشر في المجتمع بتاعنا. بمعنى إيه؟ الناس ما بتاخدش بالها قوي من نفسها، معرضين للإصابة بشكل متكرر، في مهن معرضة للإصابات زي ما أنت قلت أشرت، موضوع الرايش اللي هو الصنايعية والناس اللي بتشتغل في حاجات ممكن تتعرض لتراب، ممكن تتعرض لأن حاجة تدخل في عينيها. المزارعين معرضين جدا للموضوع وبنشوف الموضوع بشكل متكرر فيهم. لو حصل إصابة للقرنية لعبت الكورة أن عينه تضطرب بالظبط كده. لو حصل أي إصابة للقرنية ونتج عنها معاها كمان تلوث أو حاجة وحصل قرحة في القرنية أو حصل إصابة أدت إلى سحابة على القرنية، بالضرورة النظر هيتأثر بشكل كبير. الجزء الثاني من الموضوع إن نسيج القرنية يكون ضعيف وبالتالي يترهل مع الوقت، يقوم الشكل المحدب اللي هو المفروض إن هو كروي تقريبا والتحدب بتاعه منضبط بشكل معين عشان الصورة تتكون بحدة معينة. لو الترهل ده أثر على التحدب بتاع القرنية وخدت شكل زي ما احنا بنقول كده بقى مخروطي، يعني بدل ما هي مدورة كده بقت من قدام مترهلة وخدت الشكل المخروطي وأدت إلى ما نسميه بالقرنية المخروطية، وده بيعمل مشكلة في النظر بشكل كبير جدا. وهي زي ما انت قلت بتيجي في الناس في مقتبل العمر، هي بتيجي تقريبا في بنهاية العقد الثاني من العمر، يعني بنتكلم على 17-18 سنة، وبتبتدي تزيد في العشرينات لحد ما توصل لمرحلة الأكثر سوءا في الثلاثينات. وده كله بنتكلم على طرق مختلفة للعلاج بتاعته. بس خلينا نتكلم الأول على موضوع سحابات القرنية. الحقيقة سحابات القرنية كنا زمان بنعالجها بطريقة واحدة، لو هي المؤثرة على النظر بشكل كبير مفيش حل إن احنا غير إن احنا نغير القرنية كلها، اللي هي العملية اللي احنا بنسميها زرع القرنية أو بنسميها ترقيع القرنية أو تغيير القرنية، كلها مسميات لنفس العملية. وهي عبارة عن ان احنا بنشيل قرص أو ديسك كده من القرنية، الجزء اللي في النص اللي هو اللي احنا بنشوف منه اللي فيه العتامة أو السحابة، وبنشيله ونغيره بقرنية تانية من متبرع وتكون شفافيتها كويسة وتحدبها سليم إلى آخر. العملية دي الحقيقة، وده يمكن بقى جزء مهم جدا نتكلم عنه، احنا دايما بنحب نتكلم عن ماذا حدث، يعني ماذا تطور، ماذا جد، ايه اللي العلم اضافه، اللي احنا شفناه واضفناه واتطور على مدار السنين وغير في مفاهيمنا، ونحاول ان احنا مع الوقت نغير الكونسبتس بتاعتنا او المفاهيم او معتقداتنا. العمليه دي حصل فيها تطور كبير.
احنا زمان كنا بنعمل العمليه ديت ولحد دلوقتي ونسبه نجاحها مقبوله على فكره، يعني في ناس كتير بتخاف منها وهي مش مخيفه ولا حاجه، احنا بنعملها في تقريبا في تلت ساعه، نسبه نجاحها بتوصل 80% ما كانش اكتر، ونسب دي تعتبر نسبه نجاح ممتازه يعني. لكن التطور اللي حصل الحقيقه ان احنا ابتدينا نفهم هي السحابه او العتمه ديت مكانها فين في القرنيه بالظبط، هل هي في الجزء السطحي، هل هي في الجزء العميق شويه، نقوم نعمل زرع قرنيه او ترياق قرنيه بنسميه بقى طبقي. طبقي اللي هو اللاميلر كيراتوبلاست دهيت، اللي ان احنا نشيل الطبقه او الجزء اللي فيه العتامه او السحابه ونسيب بقيه القرنيه، بقيه القرنيه شفافه، بقيه القرنيه سليمه، الجزء العميق من القرنيه اللي هو النسيج البيطاني بنسميه كده اللي هو الاندوثيليوم يعني سليم، مفيش داعي ان احنا نغيره، ونشيل بس الحته من القرنيه اللي فيها العتامه. في امراض تانية بتبقى نتيجه خلل في النسيج البيطاني بس وبقيه القرنيه سليم، ابتدى يبقى في عمليات دلوقتي لزرع النسيج البيطاني بس، يعني ان انا اشيل الطبقه الـ 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 العميقه بس واسيب بقيه القرنيه كلها. الفكره ايه؟ هي العمليات الجديده مش اسهل من القديمه، هي اكثر تعقيدا وتكنيكالي او فنيا اصعب، لكن بتحمل ميزه اضافيه ان نسب النجاح بتبقى اكبر، يعني بتابروتش 100% بقى، اللي هو ان مفيش حاجه يعني ان الجسم ما يقبلش قرنيه تتحط، النسبه ديت تبقى اقل، يبقى معدل نجاح العمليه تكون اعلى. نسبه نجاح العمليه بمعنى ان الجسم يتقبل الجزء اللي محطوط، النسبه ديت تزيد لان الجزء اللي احنا غيرناه من القرنيه مش هو كل القرنيه، هو بس الجزء المصاب وسيبنا الجزء السليم. التطور ده الحقيقه احنا مش بنتكلم في مده طويله قوي فيها، احنا بنتكلم في عمر العمليات دي بنقول تقريبا 10 سنين الاخرانيين بيحصل فيها تطور كبير جدا، وبنطور كل شويه في الاداء بتاعها بحيث ان احنا حتى فنيات العمليه بالتدريج بنحاول نبسطها شويه، يعني بنحاول ان العمليه تبقى اقل تعقيدا من الناحيه الفنيه، تبقى نسب النجاح بتاعتها اكتر. ده يمكن نموذج للعمليه بتاعت زرع القرنيه التقليديه، ان احنا نشيل الجزء من القرنيه اللي في النص المعتم او اللي فيه القرحه او اللي فيه النسيج الضعيف واشيل واحط جزء تاني في النص بمواصفات سليمه فتقوم بالوظيفه الكامله. التطور الحقيقه ده مهم جدا ان احنا نشير ليه، حتى لو كان لسه في مراحل تقدمه ومراحل تطوره ومراحل ان احنا نوصل لمرحله من البرفكشن فيه، لكن احنا بنعمل العمليات دي دلوقتي وبنعمل عمليات ترقيع قرنية الطبقي بشكل متكرر واكتر من العمليات القديمة اللي كنا بنعملها اللي هي زرع القرنية الكامل. القرنية المخروطية يظل مرض يعني مخيف، لانه يعني هل هو زاد انتشاره ولا احنا اللي بقينا نشخصه كتير؟ لا، هو الحقيقة بقينا نشخصه اكتر، لان اولا عدد الناس اللي بتطلب دلوقتي تصحيح الابصار بقوا أكتر من زمان. كان زمان ممكن الشخص يكتفي بالنظارة وخلاص، دلوقتي لا، بيدور على التصحيح بمختلف الطرق بتاعته، فالفحوصات بقينا نعملها على قطاع أكبر من الناس، وبالتالي بقينا نشخص حالات نقول عليها مبكرة، يعني هو لسه القرنية بتاعته بادية يكون فيها علامات القرنية المخروطية، بس هو مش حالته متأخرة قوي، هو بيلبس النظارة وشايف كويس. عدد الحالات دي عملت بالك كبير، عملت كميه كبيره من حالات اللي احنا بنسميها قرنيه مخروطيه، لكن هي الحالات زي ما هي، ولانها بتيجي لنسبه من الناس وفي حاجات بيئيه بتتسبب فيها، والناس اللي عندهم الرمد الربيع والناس اللي عندهم حساسيه مزمنه في الاطفال معرضين اكتر من غيرهم، لكن هي النسبه في المجتمع ما زادتش، لكن لان احنا بقينا نشخص بشكل ادق وبقينا نشخص بشكل مبكر وبقينا نعمل فحوصات لقطاع اكبر من الناس، بالذات الناس اللي زي ما بنقول بيعملوا او طالبين يعملوا تصحيح، فبنكتشف الحاله ديت في نسبه اكبر دلوقتي. الناس تفهم ببساطه يعني ايه قرنيه مخروطيه؟ هي كلمة قرنية مخروطية أنا يعني ببسط الموضوع، هو عبارة عن ضعف في نسيج القرنية، النسيج نفسه ضعيف فبيحصل فيه ترهل. ترهل يعني بدل ما هو واخد وضع معين، شكل معين، معتمد أصلا على صلابته، يعني الشكل بتاع القرنية دوت معتمد على إن نسيج القرنية له صلابة معينة فيفضل محافظ على هذا
الشكل وهذا المستوى من التحدب المنضبط. لما يحصل فيه ضعف يترهل. انا دايما اشبهها بجدار البطن، لو واحد جدار البطن بتاعه قوي كويس هيفضل نسميه كده البطن فلات، يعني واخد شكل كويس. لو ترهل هيحصل ايه؟ هيحصل كرش. هو ده نفس الفكرة، القرنية واخد شكل معين كده لو ترهلت هيحصل حتة تحدبها يزيد، تقوم بدل ما هي شكلها مكور كده هيبقى شكلها مخروطي قمعي شبه القرطاس كده، حتة طلعت لبره شوية، ده اللي بنسميه قرنية مخروطية. ده سببه النسيج الضعيف وهو اللي أدى إلى هذا الترهل. حسب درجة الترهل بتتحدد درجة القرنية المخروطية. في درجة بسيطة اللي هي اللي بنسميها الدرجة الأولى. الدرجة الأولى هو شخص ما عندوش مشكلة وبيلبس نظارة وشايف بيها كويس والترهل بسيط والنظارة بتصلحه 100% وبس، هو جاي يعمل ليزك فعملنا له فحوصات لقينا درجة بسيطة من القرنية المخروطية. دي بنسميها درجة بسيطة اللي هي الدرجة الأولانية اللي هي بس الفحوصات طلعت النسيج القرنية ده هو ضعيف شوية. الفكرة ايه؟ ان الشخص دوت احنا ما بنفضلش نعمل له ليزك، لان الليزك زي ما احنا عارفين محتاج مواصفات مخصوصة في القرنية، والقرنية لانها ضعيفة مش حابين ان احنا نشتغل عليها او نعمل عليها اي حاجة قد تعرضها لمزيد من الضعف. الحالات دي بنعمل فيها ايه؟ كنا زمان بنعملش فيها حاجة وبنسيبه للبروجريشن الطبيعي بتاعه لحد ما طلع التكنيك اللي بنسميه الكروس لينكينج او التثبيت. ده الفكرة بتاعته ان هي تخلي النسيج بتاع القرنيه يتصلب يعني ينشف، يقوم لا يترهل زياده ويبقى على حاله، عشان كده بنسميها المصطلح الدارج يعني تثبيت. هيفضل على الوضع اللي هو فيه زي ما هو، وندور له بقى على طرق مختلفه للتصحيح زي زرع العدسات الى اخره. يمكن اشرنا للموضوع ده قبل كده ان مش كل الناس ينفع لها ليزك، ودول مش من ضمن الناس اللي هي ما بنحبش نعمل لهم ليزك. هو هنعمل له التثبيت وندور له على حل تاني لعيب الابصار للتصحيح بتاعه اذا كان زرع عدسات او خلافه. الدرجه الثانيه اللي الترهل فيها زاد وبقى الشخص حتى بالنضاره مش شايف كويس، وده لان السطح ترهل زياده وبقت الصوره غير منضبطه، يعني النضاره مش هتصلحها. الجريد ديت او الدرجه دهيت التثبيت مش هيكفي فيها، لان هو الشخص اصلا مش شايف كويس ومش عارف يشوف كويس حتى بالنضاره. ودول بنعمل لهم حل بنسميه الدعامات او الحلقات. انا متشوق لمحاضرات قادمه، اعتقد هنكشف فيها الكثير والكثير من اسرار هذه الجوهره الرائعه العيون، لكن وجودك معنا في حد ذاته يعني مكسب إعلامي ضخم للغاية، اسم كبير في عالم العيون وفي المعادلة العلمية في مصر. وجود الأستاذ الدكتور محمد حامد في أي مكان أعتقد أنه يسري الإعلام الطبي المصري ويبين الفارق الكبير بين المصريين وبين غير المصريين في العيون. نحن الرواد صح كده؟ محدش بيعرف ينافس في العيون خالص، في برانشات كده إحنا وبس، إحنا الصوت العالي، الباقي كله احنا المعلمين والباقي تلامذة. بصوا بقى تبا لتواضعنا، احنا كده احنا المصريين. نورت يا دكتور محمد. طبعا ضيف العزيز الاستاذ القدير الاستاذ دكتور محمد حامد كان في الناس الحلوه، خليكم دايما معنا. سلام. هل التجميل، هل عمليات التجميل هي عمليات تجميليه للوجه بس والشكل، ولا ليها تاثير نفسي؟ اكيد ليها تاثير نفسي. عندنا جزء من دراساتنا في الدكتوراه والماجستير والدكتوراه بتاعتنا في جراحه التجميل، جزء مش قليل خالص، وحضرتك يعني عارف على الاقل كبير بالنقطه دي. بندرس كتير جدا من السايكولوجي، ازاي تتعامل وازاي تفند دي، وامتى ما تعملش للمريض ده العمليه. السياحه العلاجيه رايك، خصوصا بعض الناس عندها اعتقاد ان انا اعمل بره، هل عمليات التجميل هي عمليات تجميليه للوجه بس والشكل، ولا ليها تاثير نفسي؟ اكيد ليها تاثير نفسي. احلى حاجه في جراحه التجميل اولا الناس ما تبقاش عارفه اللي قدامه ده عمل ايه. انت شكلك حلو، انت اتغيرت، صغرت شويه، بس انا مش عارف انت عملت ايه. ايه جراحات التجميل الترميميه؟ ريكونستراكتيف. ريكونستراكتيف دي بقى الجزء اللي ما تعملوش دعايه خالص. وائل النهارده عنده جرح في وشه، فمش هنلعب مع وائل. الامباكت اللي وقع ده على الطفل ده سيء جدا.
العمليه ليها ضربتها ثلاث حاجات: شويه تورمات، شويه وجع بسيطه، وشكل جرح. الدكتور وائل يحيى يوسف، استشاري جراحه التجميل، دكتوراه جراحه التجميل جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه لجراح التجميل. يفرض نفسه بقوة يا إخواني، هل التجميل، هل عمليات التجميل هي عمليات تجميلية للوجه بس والشكل، ولا ليها تأثير نفسي؟ أكيد ليها تأثير نفسي. طب هي علاج للشكل ولا علاج للنفس؟ للاتنين. ليه؟ أكتر عمليات التجميل رواجا هي عمليات متعلقة بإحساس نفسي بأن أنا شكلي مش حلو، زي المرتبطة بالأنف مثلا، الخدود، شفايف عند البنات، ثدي عند البنات، ثدي عند الرجال في التصغير. كتير جدا من العوامل اللي بتلعب دور في ان الانسان يروح يعمل عمليه تجميل انه يتاثر بالنجوم. في البنات تتاثر البنات بالنجمات، ويتاثر الرجال بالنجوم. هم شايفينهم اتراكتيف، شكلهم دايما بيرفكت، فممكن يسعوا لانهم يبقوا زيهم، لانهم بيسمعوا كمان ان الناس بتروح ليه لجراحات التجميل. حاجه ثانيه، ودي حتة مهمة جدا في علم النفس، الخوف من الموت. الحتة دي مهمة جدا. اللي بيحصل انه كتير جدا من الستات بعد وفاة ازواجهم، او الرجالة بعد وفاة زوجاتهم، بيذهبوا الى جراحات التجميل. ليه؟ لانه الست بتذهب اكتر، لانه هي مش عايزة اي دلالات لشيخوخة، خايفة من كل ما يقربها من كلمة تجربة الموت اللي شافتها قدامها. ولذلك يذهب الكثيرات بعد وفاة مقربين ليهم، أخوها، أبوها، جوزها، تذهب إلى جراحة التجميل. ويستغرب البعض، ما تستغربوش، ده على فكرة رد فعل تلقائي وطبيعي، في يعني ما لا تلام الست في هذه الحالة، لأنها بتحاول إنها تهرب بتلقائية من حاجة هي بتخاف منها. وكل الناس مفيش حد ما بيخافش، حتى اللي بيقول لك أنا ما بخافش من الموت أكيد لازم هيخاف منه. لكن من ضمن العوامل المهمة أيضا الحياة الزوجية، اللوم. يعني لوم الراجل للست ممكن يدفعها لأنها تروح تعمل جراحة تجميل، والعكس برضو ساعات الست تعايب على الراجل، تقول له شوف أنت كرشك عامل إزاي، يروح يعمل عملية شفط. شوف انت مالك عجزت ليه وشعرك، يروح يعمل زراعه شعر ويعمل جراحات للوجه، تعايب على مناخيره ويروح يعمل حاجه في مناخيره، وهكذا. القصه دي مثيره للغايه، قصه جراحه التجميل، هل هي ضروره للشكل فقط ولا ضروره للنفس؟ جزء مهم من حوارنا النهارده مع ضيف عزيز عليا جدا، اسمه متميز في عالم جراحه التجميل، واكيد حواره النهارده متميز ومختلف. ضيف العزيز، اسمحوا لي نرحب به، الاستاذ الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحات التجميل، صاحب دكتوراه جراحه التجميل من كليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. الاسم المتميز جدا، اهلا بيك دكتور وائل. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورني. ربنا ينورك. هسالك سؤال الاول عام، اللي انا سالته في بدايه الحوار. جراحه تجميل، جراحه شكل وجراحه نفس؟ نبدا حوارنا كده. لا، هي طبعا لا تشمل الاثنين، لا ما نقدرش نفصل ده عن ده خالص، لان الدافع المحرك الاساسي، يعني الاساسي عندنا للمريض دافع نفسي. معظم حالاتنا النهارده اللي بنتكلم عليها دافع نفسي وقوي جدا. المقدمه بتاعت حضرتك اكتر من رائعه الحقيقه، اختصرت لنا النهارده مثلا، نقسم النهارده حاجتين: الحياه الزوجيه النهارده بمشاكلها، مع احنا ما نقدرش ننفصل عن المجتمع اللي احنا عايشينه، ارتفاع نسبه الانفصال اللي موجوده بتشمل سببين، سبب منهم متعلق تماما بالتجميل. احنا واحد من كل اربعه النهارده بيحصل انفصال، او في بعض الاحصائيات الاعلى شويه 35%. وفي مناطق معينه تحس انها واحد كل واحد،
واحد واحد يعني واحد أنا, أنا, انا بتكلم جد والله. مصر الجديده مثلا ومدينه نصر ومهندسين كتير قوي. ده في الاستاتستكس الثانيه مع حضرتك طبعا دي. النقطه الثانيه الحقيقه برضو اللي ما نقدرش نغفل عنها تماما. طب ما نيجي سنه كده نقول انا هقترح حضرتك سؤال احنا مش محضرينه اهو دلوقتي. انا هقول لحضرتك اهو بسم الله ما شاء الله حضرتك عمرك قد ايه؟ فهتقول لي مثلا 40 مش باين عليك السن. او انا جاي اقول لك ايه انت عجزت كده ليه؟ الفرق ما بين الاثنين دول كبير جدا يعني بالظبط. انت هتضحك مبسوط انا مش باين على السن فانا مبسوط ده راجل وست. وحاجه تانية انا متضايق جدا وحد بيقول جاي بيقول لي ايه انت مالك عجزت شكلك عجزت كده ليه وايه ده كلمه صعبه جدا بالذات بقى غير ان انت طبيب فانت النهارده زمايلك في الكليات التانية اللي موجودين او في المجتمع حواليك او جيرانك اللي كانوا قبل كده فانت بتشوفهم ولا انت بتحس انك عجزت شويتين عنهم حضرتك. ولكن النقطه دي النهارده ما نقدرش نغفل دي. فهو جراحه التجميل هي تشمل الاثنين. العامل النفسي فيها بدليل ان احنا بندرس ده عندنا جزء من دراساتنا في الدكتوراه والماجستير والدكتوراه بتاعتنا جراحه التجميل جزء مش قليل خالص وحضرتك يعني عارف على علم كبير بالنقطه دي. بندرس كتير جدا من السايكولوجي ازاي تتعامل وازاي تفند دي وامتى ما تعملش للمريض ده العمليه. احنا بناخدها في الاول امتى ما تعملش العمليه وامتى تعمل العمليه. الناس اللي عندنا مشاكل او اضطرابات او الكلام ده كله لا علينا ان احنا نوقف القصه دي او نقللها معاهم او نشوف ان العمليه دي هتفيد المريض ولا لا. الجانب النفسي عندنا هنا النهارده مهم جدا الحقيقه. يتدرج وراه بقى على طول القصه اللي هي المصطلح بتاع الاوبسيشن اللي حضرتك كنت اتكلمت فيه قبل كده اكتر من كذا مره اللي هو الهوس. انا مهووس النهارده بجراحات التجميل ده بالنسبه للراجل وللست. السليبرتيز الموجودين والاضواء واحنا شايفين النهارده الاطفال طالعين المودلز بالنسبه لهم مع انتشار وسائل السوشيال ميديا بقى باختلاف انواعها طبعا والفولورز والكلام ده كله. فهو شايف النهارده ان ده المثل الاعلى عنده واخد بال حضرتك. فده احنا بقينا النهارده جراحات التجميل اقرب للهوس شويه عندنا جزء منها مش قليل الحقيقه نسبه مش قليله من البيشنتس اللي بيبقوا موجودين بيجوا لنا في هوس. انا كنت يعني حكايه الهوس دي يعني بلاحظها وبشوفها لغايه يعني مثلا بدات الاحظها زايده جدا واشوف بنات مثلا ممكن واحده تقعد تكلمني لمده ساعه ساعه ونص وكل ما تتصل تكلمني في نفس المواضيع خاصه بجراحه التجميل. بالظبط كده يا بنتي. وتلاقي بقى ايه كميه اسئله وكميه صور بتتبعت لك على الواتساب منها طب انا مناخير طب البروفايل طب مش عارف ايه طب انا بشتكي من ايه طب انا ايه اللي ممكن يتعمل لي السؤال المشروع ده إيه اقدر إيه تقدر تعمل قول لي رايك فيه. ممكن ندي نصيحه ومناخيري يعني نوين ما حد يروح لدكتور تجميل يقول لو سمحت قول لي رايك في وشي او يقول لي رايك فيا خالص مفيش. دي زي ما احنا بنقول كده برضو حضرتك برضو اكيد زي ما تقول كده الصور اللي بتتبعت لك انا عايزه مناخيري تبقى زي دي او جسمي يبقى زي دي. الحقيقه دي من اكتر الحاجات اللي بنشوفها يعني نتيجتها دايما غير مرضيه الحقيقه غير مرضيه تماما مفيش. ده انا اقدر اجيب لحضرتك مثلا ايه حاجه في الديكور احنا عجبنا اللامب اللي ورا حضرتك شكلها ارتستيك لطيف جدا فلو سمحت انت جايبها منين فانا جايبها من عند الفلاني الفلاني فانا رحت جبتها. انما في العمليه مفيش مثلا مين اللي عمل لك يا وائل مثلا بطنك ففلان الفلاني لا انا عايز بطني تبقى زي مفيش ده مفيش ده خالص الحقيقه. هي مع انتشار الوسائل والمعلومات المغلوطه كتير اللي بنشوفها او ان انا بسرعه استسهل الطب الناس مستسهله شويه انا اقدر احكم على ماتش كوره مين لعب حلو مين ما لعبش حلو. انما في الطب لا وحضرتك ادرى مننا في القصه دي تماما وعانيت كتير واتكلمت كتير في اكتر من كده حاولت تعمل كذا مره توعيه ان احنا نتكلم على النقطه دي. ولكن في بعض الحالات اللي بنشوفها ما نقدرش نغفل دي طبعاً. النقطه دي موجوده عندنا. ايه اكتر العمليات انتشار دلوقتي في العالم وفي مصر طبعا هتفضل رقم واحد واثنين دول بيعاوا مع بعض كده زي الاول والتاني في الترتيب اوكي. البريست اوجمنتيشن عمليه الصدر لتكبير الصدر وقصه النحت. النحت دي بومينج بشكل عنيف جدا. حضرتك تتخيلها كده معانا مثلا مع تطور جراحه التجميل في المنطقه بتاعه الشفط والنحت دي زي زمان كده مثلا تلاقي مثلا في الحضارات تطور الحضارات انا كان زمان رسم على الحيطان بعدين الرسم بقى متلون وبعدين التماثيل والتماثيل دي بقت زي اللي موجودين بقى تمثال تمثال باين قدامك زي اللوفر والكلام ده تمثال تمثال قدامك ده راجل ولا تمثال. انت بتوصل في مرحله من المراحل لو انت شايفه انت مش عارف ده ايه ده راجل ولا تمثال. هي دي القصه بتاعتنا اللي هو النحت وزمايلنا اتكلموا فيه وحضرتك اشرت ليه اكتر من مره. انت بتنقل الدهون من مكان بتشيلها من مكان ولا وراها بقى على طول المصطلح بتاع الوحدات الجماليه
على طول وراها يجي على طول. يعني انا ليه النهارده هصغر هنا واكبر هنا؟ دي الوحده الجماليه. الراجل البطن والصدر دي حته واحده، الست لا، الصدر البطن بالمنطقه بتاعت اللاف هاندلز او منطقه الراس دي منطقه واحده. بتفرق بقى من راجل لست، بتفرق في ساعتها امتى انت الدهون النهارده، التطور اللي بيحصل بقى في تعريفه ده الفا ولا بيتا بروتين، الفا ولا بيتا تاب تايب للدهون، امتى ينزل بدايت، امتى احتاجه. من ضمن الحاجات برضو اللي بنشوفها اليومين دول، وما اعتقد دي برضو محتاجين حضرتك تركز معنا فيها كتير شويه، اللي هو المريض اللي جالك جراح سمنه مفرطه، عيان سمنه مفرطه، وجاي مستني من حضرتك ان انت تعمل له العمليه وتطلع الدنيا ولا حاجه. جراح التجميل يا جماعه ما بيقللش وزن بس، خلاص الاجابه اهي. جراح التجميل، جراحه التجميل كلها على بعضها كده باختلاف يعني ممكن يعملوا جراح التجميل، انا ما بقللش وزن خالص. انت بتعمل ريشيب ريش كونتورنج، انا بعمل نحت للجسم، اقدر اعمل نحت للجسم، اقدر ابين اكتر منطقه العضلات، منطقه عضلات البطن، الصدر، نقدر ننقل دهون من مكان لمكان، لكن ده ما يتعلقش خالص بنزول وزن مريض. لكن احنا بنشوف دلوقتي برضو كده ايه، لا حضرتك اعمل لي اشفط لي 30 لتر واشفط لي 20 لتر، هي مش باللترات خالص، ده بالعكس الجراحه كل هتبقى اصعب كتير لما اقول لحضرتك ان انا شفطت في المريض او المريض ده 4 لتر و3 لتر، لا ده احنا كده تعبنا. غير زمان، القصه غير زمان، والتطور وحضرتك برضو في المؤتمرات الكلام ده هنشوفه كتير جدا. نوع الكانيولا اللي كنا بنستخدمها زمان غير خالص اللي بنستخدمها دلوقتي. الاجهزه واحده، الاجهزه التطور فيها مش عنيف قوي للدرجه دي، انما النوع الالات نفسها هي اللي مختلفه شويه اللي من دول. قبل ما نمشي بقى، السياحه العلاجيه رايك، خصوصا بعض الناس عندها اعتقاد ان انا اعمل بره، تعرف ان في ناس عندها اطلع انا طالع تركيا طالع مش عارف ايه، ويروح يلبس لبسه بنت لذيذة. في اربع خمس بلاد حوالينا كده دول زي الماجنت كده، بدا يستقطبوا الناس فعلا جدا. بيعرفوا لعده عوامل، لعده عوامل. اولا نسبه الاوفرز اللي موجودين. البوينت الثاني، احنا مش كل الناس كده برامج زي حضرتك فبتعرض الصوره الطبيه واضحه وصريحه ايه اللي ليك وايه اللي لا. انا بكليم دايما بعمل كليم دايما على الناحيه الطبيه عندنا، والاهمال الطبي المستمر، بدل ما اقول التعليم الطبي المستمر انا شلت التعليم الطبي وحطيت الاهمال الطبي المستمر، ودي الصوره الجلوينج دلوقتي. النقطه الثانيه الحقيقه شويه ان احنا ما بنعرفش عندنا المريض السحله العلاجيه ده مقسوم ثلاث حاجات، قبل العمليه، العمليه، ما بعد العمليه. احنا بارعين في العمليه، لا بنعرف قبلها ولا بعدها، ولا بعدها، دي مشكله كبيره جدا. قبلها يعني ما بنعمل، احنا قاعدين بنذاكر وبنشتغل وخلاص، ما حدش بيعمل دعايه وعندنا جيل كبير قوي حتى يعني احنا بنحاول نكسر الحكايه دي. جيل كبير يقول لك لا ما اعملش دعايه لنفسي. طب انت واخد دكتوراه، انت مش دعايه لنفسك ليه؟ اطلع واتكلم وقول علمك، قول علم انت عشان تسكت الجهله مبدئيا. السوق يعني بعد شويه كده البرامج هتلاقي حضرتك ايه، في فلترز لوحدها كده فرزت الناس، ده حد حصل دلوقتي بالظبط كده. حصل دلوقتي خلاص، بدليل ان حضرتك بس ممكن ترفض ان حد يطلع معاك بيبقوا كتير، واخد بال حضرتك. لكن الباقي لا، هتلاقي في برامج، في يعني مش قصدنا برامج عكس بعضها، بس قصدي ايه، في ناس النهارده لا مش هينفع تطلع، وكلامهم لوحدهم هتلاقي الناس مش بتصدق. واخد بال حضرتك، دي بوينت مهمه جدا. انت بتلاقي واحد بتاع انف واذن بيتكلم في التجميل، وبتلاقي واحد بتاع اورام بيتكلم في التجميل، كله ما كله في حتت معينه وبيطلعهم في قنوات وبرامج وحاجات كارثه، يعني كارثيه. ما هو عشان للاسف الشديد في حاجه اللي هي الشغل من البطن. انا مش المفروض، انا تقابلت وائل في العياده، فوائل هيعمل لك العمليه، وائل ملتزم بالنتيجه، النتيجه كويسه، وائل مبسوط بيها، النتيجه مش كويسه، وائل عليه ان هو يصلحها علينا. دي بوينت. قصه التاتش اب مقبوله في علم التجميل كله. التاتش اب اللي هي سنه الرتوش اللي ممكن تتعمل دي مقبوله في التجميل. لكن الجراح بتاعي هو اللي ملتزم. كان بقى جراح حضرتك النهارده عيان جاله عامل عمليه عند حد تاني وراح مكلمه قدامها، حضرتك انا عيا فلانه الفلانيه عندها بعض الكومبلينتس بعد اذن حضرتك كذا، دي نرجع بقى. انما دايما ايه، مين اللي عمل لك كذا؟ البوينت دي برضو يعني يا ريت تقل شويه. دي كانت توصيات كتير حقيقه في المؤتمر الجامعات المصريه لاخر سنتين ثلاثه، توصيات كتير بتطلع والكلام ده، الناس كلها يعني عارفين بعضنا، الشغل عارفه والناس عارفه بعضنا، بنقابل بعض في العمليات، في اثناء العمليات قبل او بعد العمليات، العين بتاعي بيجي للدكتور ايمن، عند دكتور ايمن بيجي لي، فالقصه كده، هي دي كده تبقى قصه محترمه جدا. فكرني بمشهد للفنان تامر حسني باحد افلامه، كان جراح تجميل فشاف واحده قال لها اللي عمل لك ده فلان واللي عمل لك ده فلان عارفين شغل بعض. انت حوارك من امتع الحوارات اللي انا اجريتها. ربنا يبارك فيك يا دكتور تجميل، وسعيد جدا بقبولك دعوتنا
وسعيد جدا بان احنا نكون مع بعض في سلسله متواليه من الحوارات النهارده بدايتها، ربما النهارده اتكلمنا بشكل عام، لكن انا واثق ان الحوار معك في السبيشيالات بقى لما ندخل في شفط الدهون، لما ندخل في البريس، لما ندخل في النوز، لما ندخل في الجلد، لما ندخل في البوتوكس والفيلر، هنستمتع بالتفاصيل بقى. يعني النهارده احنا زي ما بيقولوا فتح شهيه ابيتايزر يعني، لكن حوار مهم جدا النهارده ومن امتع الحوارات الاعلاميه الطبيه اللي انا اجريتها في الفتره الاخيره. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحه التجميل وصاحب دكتوراه جراحه التجميل من كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. نورتني في الناس الحلوه، انت دايما مع الناس الحلوه. احنا لازم نحافظ على ظهرنا، ارجوكم يا جماعه حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والأعصاب من مئات السنين، لابد إن أنا يبقى معايا نافيجيشن عشان أقدر أختار التارجت صح، أحط في المكان الصحيح، أبقى استوفيت اللي أنا عايزه بشكل دقيق جدا. تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائلة في مجال جراحات العمود الفقري. الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل، يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. سنة 2014 وافقت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الولايات المتحدة الأمريكية لخدمات الصحة وحقوق الإنسان FDA على الغضروف الاصطناعي مع التوصية بالإجماع، ده بعد ما قدمت الشركة صاحبة الاختراع نتائج سريرية في الولايات المتحدة الأمريكية من 15 مركز على 304 مرضى، أظهروا إن الغضروف الاصطناعي مش بس خفف معاناتهم وألمهم لكن كمان حافظ على حركتهم ولياقتهم. الأطباء في كندا وأمريكا حسب مجلة سبان يونيفيرس اعتبروا الغضروف الاصطناعي هو أهم تقدم منذ بدء العلاج الحديث للاضطرابات الشوكية من أكثر من 70 سنة. أهلا بكم، إحنا لازم نحافظ على ظهرنا، أرجوكم يا جماعة حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. التهور مفيش منه فايدة. لما نيجي نشوف العالم كله على فكرة في حالة تهور كبيرة جدا في التعامل مع الظهر، والنتيجة بتكون وخيمة جدا، وقعات عنيفة، جسم البشري أضعف مما تتخيله. واللي بقول لكم الكلام دوت يعني مثلا هنا واحد ضرب واحد، برضو دي حركة فيها التباهي، وطبعا هنا ده بيعمل رسم، طب ماشي، الوقعه في منتهى الخطوره دي، ودي طبعا مش محتاجه يعني ان انا امشي على الحبل يعني، وطبعا نفس الكلام برضو هنا ماشي على الحبل. ليه يا باشا؟ ليه ما في منتهى الخطوره الماشي على الحبل ده ممكن يعمل مشكله. الوقعات في شكلها قد تكون مميته، وقد يكون الثمن ان ظهرك لا قدر الله يحصل له انه يتاثر تاثر شديد. طبعا الاطفال والرقبه والبتاع المنيله على العين، طب ما في حط الواقي، ابص دي في منتهى الخطوره الحركه اللي اخونا دي عمل، وده ممكن يتقطم له رقبته اللي فات ده. يا حاج بلاش الكلام ده. الناس بتتهور والدمن ممكن يكون مشكله في الظهر كبيره جدا. التهور بقى المصري بيكون غير كده، التهور المصري بيكون ان انا بساعد اختي في الجهاز فاروح شايل شيله جامده، بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجه فشيل العروسه لاني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى، اي انتخابات يعني، انتخابات نوادي، انتخاب مش عارف نقابه، انتخاب اي حاجه، واحد لازم يشيل حد، يعني في واحد فوق وواحد تحت، واللي فوق ده بيهتف واللي تحت، اللي فوق بيجيله كسر في ظهره واللي تحت بيجيله كسر في ظهره، الاثنين.
الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحه الملاحيه. هنشوف معنى كلمه الجراحه الملاحيه. العالم كله على فكره ناحيه النافيجيشن، ناحيه الجراحه الملاحيه، وقايه، اعرف انا داخل فين، كل حاجه شايفها. في فروع كتيره في الطب، يعني في الاسنان، النهارده في المخ والاعصاب هنتكلم على الجراحه الملاحيه. النهارده اكيد يعني هنستمتع جدا بحوار اكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمه الجراحيه الكبيره، واسم جراحي يعني ولا اروع، وما شاء الله مهاره خاصه جدا في تنفيذ الجراحات الصعبه جدا والتقدميه العلميه التكنولوجيه اللي احرزها في نيوروسباين، حاجه تدعو للفخر في مصر. واكيد برضو جزء كبير جدا من السياحه العلاجيه اكيد يكمن في هذا المكان في صرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي. اهلا بيك دكتور. اهلا دكتور ايمن، احييك طبعا على السياحه العلاجيه، واحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقه انا متشكر جدا، ومتشكر جدا لكل مريض انت افدته. وعلى فكره انا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا، والله وحضرتك، وانت كنت سبب في ان هم ربنا يهديهم الى يعني طرق الشفاء. وعلى فكره كل مريض بنعمل له عمليه ناجحه جزء منه كبير في ميزان حسناتك، ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي، يعني هي طبعا علاقه جميله جدا، سنوات طويله من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل، واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول، احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في الدكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله. يعني والجراحه الملاحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك، يعني افرحك بحاجه، انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان، بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان، وفي كل حاجه يعني. صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب، في العيون، كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه، بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الـ دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة. والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ، ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شويه ونقول ايه اخر اصدارات الجراحه الملاحيه في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحه الملاحيه بالظبط هي طريقه بناخد بيها كل المعطيات بتاعه المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي اثناء العمليه الجراحيه في قياس دقيق لكل خطوه بنخش فيها العمليه الجراحيه، بتدخل اي حاجه داخل جسم الانسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا
هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. الجراحة الملاحية بتديني أبعاد كل حاجة. أنا هشيل غضروف بحجم قد كده، يعني هنا مثلا المنظر باين لنا الانزلاق الغضروفي اللي باين، أنا داخل بآلة دقيقة جدا، الآلة دي بتسبق دخول المنظار علشان دي بتبقى بمثابة الجايد أو المقياس اللي هدخل من خلاله بعد منه المنظار الجراحي. هدخل كل تفاصيل دخولي من أول ما دخلت بالآلة بتاعتي لحد ما بأنهي العملية الجراحية بتظهر لي على سكرين على بشكل صغير متطبق على أشعة المريض عشان أعرف أنا شلت قد إيه من الغضروف وشلت اللي أنا عايزه ولا لأ، ومحتاج أعمل خطوة أخرى غير استئصال الغضروف زي أن أنا أحط دعامة، زي أن أنا أعمل توسيع لمجرى الأعصاب. هذا الكلام بيظهر لي بدقة متناهية جدا. أضفت إلى رؤيتي للعملية الجراحية بالمنظار رؤية للعملية الجراحية بمراقبة أخرى من خلال الأشعة وتطبيق الأشعة ما يسمى بالإيمج فيوجن أو دمج الصورة الواقعية مع صورة الأشعة بتاعت المريض، فبالتالي ما عندناش معدل خطأ هنا. معدل الخطأ هنا في الحجم لا يتجاوز 0.5% في الحجم، لكن في المكان ما بقاش بقى مسموح ان يحصل ان المريض يبقى عنده غضروف ما بين الفقرة الرابعة والخامسة ويطلع شايلين الغضروف اللي ما بين الثالثة والرابعة، او شال جزء من الغضروف وساب جزء، او حصل انه شال الغضروف وما عملش توسيع للقناة العصبية، او ان احنا عندنا فقرة بعد ما شلنا الغضروف لقيناها غير ثابتة ومتحركة وما عملناش تثبيت للفقرة. كل هذه المعطيات اللي كانت بتكلف العيان ولا زالت في الجراحات التقليدية بتكلفه عملية واثنين وثلاثة، كل دي بتختزل في عملية واحدة. يبقى المريض بيعمل عملية، العملية دي كمان بتحافظ عليه ان هو مجرد ما يفوق من البنج يقدر يتحرك بسهولة ويسر، ومش ممنوع ان هو يوطي او يتحرك كما يريد. في عملاقين بدأوا مع بعض او يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب، جراحات الملاح او الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا رجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لأ أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل إليها التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة، هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية.
أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج أن أنا أعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده أنا العملية بتاعتي، عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالأشعة وأطبق ده وقارنه بأشعة المريض، أجد هناك فروق في حركة الفقرات، أعرف أن المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد 1 أو 2 سنين من العملية بتاعتي، فأقوم عامل تثبيت في أثناء العملية، ودي حاجة جميلة جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك أو جراحات الظهر الفاشلة. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تطبيقات الأشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري أو الجراحات الملاحية، تقلص هذا المفهوم إلى أرقام ما تحت 1/10. ليه؟ لأن أنت خدت الأبعاد الأخرى اللي ممكن كنت محتاج انك تعمل العملية والمريض ده يمشي شوية ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا ان الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت الى حد كبير جدا ثابتة، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فأصبحت الفقرات دي متحركة، فأنا محتاج أحط حاجة أو أعمل شيء أثبت بيه الفقرات. يبقى أنا استخدمت المنظار، عملت بيه العملية، شلت بيه الغضروف من غير ما أعمل أي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. لا، والجراحة الملاحية والجراحة وجود الأشعة داخل غرفة العمليات إداني بعد آخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. الناس اللي عندها مشاكل في الفقرات بيقعدوا يذاكروا بيتفرجوا علينا، فانا لاحظت ان بعضهم عنده ارتباك في مفهوم بيخلق، يعني يتهيأله انه الجراح بالميكروسكوب ده حاجه والجراح الملحيه حاجه تانية والمنظار ده حاجه ثالثه مثلا، يعني فمش فاهم انه ده ممكن يعني نعمل له خلطه واحده. كانك بتقعد مع العيانين بالظبط في العيادات، لان هو ده بيكلموني قبل ما في ناس كتير متواصلين بينا وبيبقى الكلام بدايته معايا انا، يعني يقول لي طب انا هعملها بكذا، اقول له يعني ما بلاقي ان الثقافه لسه مش واصله في الحته دي، فيبقى تقصير فعلا من عندنا، احنا ما بنشرحش للناس الحته دي. هو الحقيقه مش تقصير من عندنا قد ما هي ثقافه مغلوطه بمعنى اخر. دايما انا بقول للمريض لو انت عايز بضاعه معينه ورحت كشك صغير هيفرض عليك نوع المادة اللي انت داخل تشتريها، تقول له مثلا عايز اجيب حاجة اكلها بسكوت معين، هيديك نوع واحد، لكن تعال روح لهايبر ماركت هتلاقي الهايبر ماركت ده عنده أرفف من كل انواع الحاجة، هو بيعرض جميع ما هو موجود سواء كان محلي او مستورد، لانه بيخاطب جميع الشرائح. ده مثال للجراح المتقدم اللي هو على قمة الهرم اللي بيشتغل بالتقنيات الحديثة زي الجراحة بالميكروسكوب والمنظار والجراحات الملاحية، ومثال للمستشفى المجهزة بهذه التجهيزات. طب تعال نقارن بقى، لو هو المريض راح لجراح ستايل قديم أولد فاشن ما بيعملش الكلام ده، ما تعلموش، ما شافوش الكلام ده، بالنسبة له يعني حاجة مبهمة زي الطلاسم، هيقول له ايه؟ هيقنعه ان الجراحه العاديه افضل بكثير جدا من الكلام ده، واصل احنا بالجراحه العاديه بنشوف كل حاجه راي العين. الله، هو انا لما استخدم منظار اشوف بيه استطلع بيه الهلال واعرف بيه تاريخ ظهور الهلال، زي لما اقف على جبل تشتبه علي سحابه بالهلال واصوم يوم زياده او افطر يوم، الفرق كبير جدا. النهارده بقى فيه علم، حتى العلم لا يتعارض مع أي نصوص شرعية ولا يتعارض مع الطبيعة اللي ربنا خلقها. بالتالي لما يبقى عندك عالم بيستخدم الجراحات الجديدة الحديثة وعنده التقنيات دي والأساليب دي ومتدرب جيدا عليها، أعرف جيدا أن ده أحسن حد يعمل الجراحة العادية. ما هو اللي بيشوف من خرم إبرة هيقدر يشوف من شباك وليس العكس. ودايما أقول للمرضى مثال واضح، النهاردة هات لي طيار، اسأل الطيار ده انت بتعرف تسوق عربية؟
طبعا اكيد. تعرف تسوق بسكليت؟ اه طبعا اكيد. لكن هات واحد انا اسف ما بيركبش غير حمار، هيعرف يسوق عربيه؟ قد يكون اه او لا. هيعرف يسوق طياره؟ مستحيل. بالتالي انت لما بتيجي تاخد القمه انت بتاخد اللي عنده كل حاجه، وما تخليش حد يضحك عليك. كذلك الامر اللي بدا الحاجات دي من سنين والناس كلها النهارده بتمشي على مدرسته او منهجه وبتعمل زي ما بيعمل، غير اللي لسه بيفكر يبداها او بيعمل شفت من حاجات او حاجات قديمه وبدا لما يشوف. ما احنا كلنا ما كناش بنستخدم التقنيات الحديثه دي الا لما اقتنعنا بقد ايه هي مفيده وقد ايه دي بتجيب من الاخر. هو دايما الحكمه او الحكمه ضاله المؤمن. الانسان لما يلاقي حاجه مفيده هتفيد البشر باي شيء لا يتعصب ابدا لشيء قديم او لفكر، طالما ان هذا الامر يفيد ولا يتعارض مع اي شيء ربنا عمله. الميكروسكوب يختلف ايه عن المنظار؟ ازاي الجراحه الملحيه بتخدم الاثنين؟ الميكروسكوب والمنظار هي تولز يعني دوات. او ادوات انا بستخدمها علشان اعمل بيها عمليه كامله او خطوه من العمليه. يعني انا ممكن استخدم المنظار في خطوه، استخدم الميكروسكوب في خطوه، كل ده تحت مراقبه الجراحه الملاحيه، لان دي اللي بتقول لي انا فين بالاله دي. انا ماسك اله بشتغل بيها تحت الميكروسكوب، الجراحه الملاحيه مدياني ابعاد الاله دي ودخلتها ايه من جسم الانسان، وده مهم جدا علشان لما ببقى بداخل بعمل تثبيت للفقرات مستحيل ان التثبيت ده المسمار يدخل في عصب او يدخل في الغضروف او يدخل في الحبل الشوكي، والكلام ده بنشوفه كتير في الجراحات التقليديه. حتى وان كان لدى المريض تغير في التركيب التشريحي، في مريض العمود الفقري بتاعه بيبقى معوج ملفوف في زاويه في انحراف، الجراحه الملاحيه بتقول لي انا ادخل ازاي في هذه الفقره المنحرفه، لان لو دخلت بالدخله اللي هي مفترض انها طبيعيه هتختلف في مريض عنه في اخر. وبالتالي وسائل المراقبه هنا هي اللي بتنظم لي انا بعمل ايه واروح فين وباجي ازاي. ما بزهقش ان انا اقول المثل ده. انت لو بتركب تاكسي في دوله متقدمه هتلاقي التاكسي اول ما بتركب السواق بيقول لك انت هتروح المكان الفلاني، عندنا ثلاث طرق نقدر نروح فيهم، طريق سريع جدا ده الهاي واي هياخد 10 دقائق، طريق متوسط هياخد ربع ساعه، طريق مزدحم هياخد نص ساعه، بس الطريق المزدحم ده ممكن تشوف فيه بعض المعالم الاثريه، تحب ايه؟ بيخيرك ده لانه معاه نافيجيتور، معاه قمر صناعي، معاه احداثيات المرور بتاع البلد، حتى لو في حادثه او اصطلاح في كوبري او في مكان بيبان له على الخريطه، فبالتالي بيقدر بدقه. هو ده الجراح اللي بيستخدم الجراحه الملاحيه، عنده كل الداتا، ما بيستناش مفاجآت في اثناء العمليه الجراحيه. بيبقى شايف طبعًا. في كيس دهني، في ورم ليفي، في كونجنيتال انوملي، يعني اختلال التشريح مش طبيعي هنا في المنطقه دي. مظبوط. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال دكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها ايه؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائله في مجال جراحات العمود الفقري، مش بس فادي المريض اللي عنده كسر في الفقرات او عنده تزحزح في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيره جدا. زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمل له عمليه انزلاق غضروفي او توسيع في القناه العصبيه او توسيع في مجرى العصب او استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي بان بنعمل الكلام ده وبنطلع بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعيه ان المريض ده بدا يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقه اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية إن المريض ده محتاج، أو قبل العملية إن المريض ده محتاج تثبيت فقرات، إحنا قطعنا على المريض ده إنه يعمل عملية تانية بعد سنتين ثلاثة أو أربع سنين. هو ده بعد النظر اللي اضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري، وده عايز بقى رؤيه وخبره لجراح متمرس. الجراح اللي بيعمل
ألف عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية أبداً. الجراح اللي عمل جراحات كتير جداً ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري إحنا بنمر بيها. مثلاً الآلات الجراحية، يعني أنا كنت مسافر من حوالي شهر، أنا اشتريت آلة جراحية بنص مليون جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جداً بجيب آلات جراحية غالية جداً وتطبيقاتها بتبقى قليلة جداً، بتفيدني في خطوة واحدة في العملية. ده من أحدث تثبيتات العمود الفقري، إن إحنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبة، عنده جزء بس في الفقرة اللي هو مفصل الفقرة سايب. طب ما أنا مش محتاج أعمل للمريض ده بقى فتحة وشق ظهره وشيل عظم وحط شرايح ومسامير وأقعد أكتفه، لا ده أنا محتاج أثبت الجزء اللي بايظ بس المشكلة في الحتة دي، يبقى أنا هحط حاجة اسمها ووشر أو تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى أن المريض ده هيفوق من العملية، هيقدر يتحرك يوطي يلعب كورة يعيش حياته بشكل طبيعي، وأنا تغلبت عن المشكلة اللي كانت ممكن بعد سنتين ثلاثة تظهر لي في صورة غضروف تاني أو ضيق تاني أو تزحزح أو ألم. ظهرت ثلاثية الأبعاد في العمليات 3D. طبعا أنت لما بتعمل أشعة للمريض، والأشعات النهاردة كل شوية بيصدر إصدارات جديدة منها، ده برضو تطبيقات من تطبيقات الكمبيوتر، وتطبيقات الكمبيوتر مع الإلكتروماجنيتيك ويف والإنفراريد والكلام ده بيديني لما صور صورة للمريض يقوم عامل لي ليها شكل تاني للصورة ثلاثي الأبعاد. هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في حاجات كتير جدا، إن أنا أبقى أحاطة كاملة بمجال العمود الفقري من غير ما أفتح فتحة كبيرة ولف ودور حوالين الفقرات. من أحدى مزايا المنظار إنه بيوريني 360 درجة، أنا بدخل جوه بالمنظار أنافيجيت، يعني أنا داخل بالمنظار بدور في كل حتة وفي كل ركن وفي كل زاوية من غير ما أفتح، ده ممكن من ثقب صغير جدا. هذه الإبداعات هي بالضبط كده زي إبداعات اللعيب المحترف، ما هو في ميسي وفي صلاح وفي رونالدو وفي كتير، في واحد بيخلص الماتش في كرة من قد إيه يعني، وفي ضربة حرة في أي حاجة بيخلص بطولة، وفي حد تاني بيستعصي عليه الأمر. هي مهارة تدريب طبعا، فوق كل ذلك علم من لدن حكيم عليم شاء ربنا أنه يديه الحد، ومشيئة ربنا دايما لما بتحصل بتبقى لأي حد، مش أي حد، لحد مجتهد، حد مثابر، حد بيبذل مجهود، مش حد عايز يقلد حد وخلاص وياخد ويهبش ويجري. هي كده حقيقي اتعلمنا، إنما يعني إيه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أنت لما بتجتهد لازم تبقى مكافح في الحياة طبعا، وربنا بيكافئنا على فكرة، مش على إن إحنا عملنا ده ولا ما عملناش ده، على قد ما هو بيدينا العلم والمقدرة والرؤى، والرؤية دي من الحاجات المهمة جدا، الرؤية وبعد النظر بيدهولك، والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. كل ما اجتهدت وكل ما كنت قريب من الناس وتعامل الناس بما يرضي خالق الناس. كالعادة نورتنا وأسعدتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. أولا يعني رسالة مهمة اللي انت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس انها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الودان وتعمل كي والغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف، انا ما رحت في الاقصر في رحله، يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا وعندهم فرجه باتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للكفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا ويقول لك لا. والناس بدات تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروفي، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت، والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عندي انزلاق غضروف اعمل له كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق غضروف؟ يعني حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق.
ودائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور يسري حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره، والمدير لمستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي. كان في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه.